الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، وتحديدا حلقة الأربعاء 16 مارس 2022. لكن في الحقيقة يوم 16 من شهر مارس هو يوم مميز ويوم مختلف دائما، لأنه مليان بمناسبات كتيرة بتخص المرأة المصرية. بنتكلم في سنوات مختلفة، سواء كانت 1919 أو 1928 أو 1956. إيه اللي حصل في التواريخ دي تحديدا؟ تعالوا نبدأ من 1919، لأن هي التاريخ ده تحديدا كان تاريخ بداية نضال المرأة ضد الاستعمار. خرجت 300 سيدة مصرية بقيادة هدى شعراوي رافعين أعلام الهلال والصليب، وده كان رمز للوحدة الوطنية، وبينددوا بالاحتلال البريطاني والاستعمار. طيب، في اليوم ده سقط أول شهيدات مصريات، وهم نعيمة عبد الحميد وحميدة خليل وفاطمة محمود ونعمات محمد وحميدة سليمان ويمنى صبيح. وفي نفس اليوم ده تحديداً، لكن كان سنة 1923، هدى شعراوي دعت لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، وكان على رأس المطالب الخاصة بهذا الاتحاد كانت مطالب بتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للمرأة المصرية، وأن المرأة تحصل على حقها في التعليم الثانوي والجامعي أيضاً، وكمان يتم إصلاح القوانين الخاصة بالزواج. علشان كده في سنة 1928 دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة في حينها. أيضاً كان بداية حصول المرأة على حقها الكامل في التعليم. طيب، هل انتهى الأمر لكده؟ لا، لأن 1956 قدرت المرأة المصرية أن هي تحصل على حقها في الانتخاب والترشح. مشوار طويل قوي من النضال للمرأة المصرية اللي أصبحت دلوقتي بتستحوذ على 164 مقعد في البرلمان المصري. كل سنة وكل مرأة مصرية بألف خير، لكن في الحقيقة 1956 ما كانش نهاية المطاف، ولا فكرة التمكين الخاص في المجالس النيابية اللي احنا النهاردة قلنا عندنا 164 مقعد، لأن كان بداية النضال مطالب سياسية واجتماعية أيضا واقتصادية، والنهاردة شايفين المرأة بتتولى في مصر في الجمهورية الجديدة عدد كبير جدا من المناصب القيادية اللي بتقول إن هي عندها القدرة على فكرة إن هي تكون قادرة على صنع القرار. وده بيدل يا جمانة بيدل على إيه؟ قدرتكم بقى على تولي المناصب واتخاذ القرار طبعاً أيضا. يعني صحيح إحنا كنا محتاجين إن إحنا نناضل عشان ناخد حقوقنا وناخد مساحة، المساحة اللي إحنا نستحقها. صحيح. الحقيقة، لكن بجانب ان احنا محتاجين قوانين وتشريعات، كان لازم احنا كمان نثبت جدارتنا. يمكن انت الحقيقه سردت سريعا كده بعض من تاريخ نضال المراه، لكن الحقيقه هو حلقات وحلقات عشان نتكلم عن نضال المراه كتير جدا. لو هنتكلم كمان اكتر، بما ان احنا في شهر مارس، يعني صحيح. كمان كام يوم، 19 مارس تحديدا، بنحتفل باسترداد واستعاده طابه. وخلينا نقول ان كان في المستشاره فايزه بولنجا كانت ضمن فريق الدفاع. طبعا امام كمان امام يعني امام المفاوضات اللي خاصه باعاده صحيح طبعاً. صحيح، كانت هذه المفاوضات كمان برئاسه السفير نبيل العربي في لجنه هيئه تحكيم طابا في جنيف، وكانت ضمن فريق الدفاع الحقيقه عن القضايا المصريه. والحقيقه انه يمكن هذه الملحمه الدبلوماسيه، بما ان احنا صحيح. كمان بنحتفل بالمئويه الدبلوماسيه،
يعني لحد النهارده هي بتدرس برضو. طبعا ده يعني اكيد كان في يعني اكتر صحيح. من 24 قيمه وقامه الحقيقه قاموا بهذه الملحمه، لكن احنا بنتكلم بما ان احنا بنتكلم تحديدا عن المراه المصريه. هي مراه مصريه نضالها ما وقفش لا عند 56 ولا عند 89 ولا الحقيقه واقف لحد النهارده. يعني لحد النهارده المراه المصريه فاعله وبقوه في كل المواقف السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي حصلت في البلد. خلينا نبص لدورها القوي في ثورة يناير وفي ثورة 30 يونيو. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة أشاد بالدور ده، ولا طالما أشاد بالدور ده وبيشيد بيه في كل مناسبة الحقيقة، وقال إن المرأة المصرية اتحركت من أجل إنقاذ الهوية المصرية في 2013، عشان كده كان في دعم كبير من القيادة السياسية في السنين اللي فاتت عشان نوصل لليوم اللي نشوف فيه المرأة لأول مرة بتجلس على منصة القضاء في مجلس الدولة، نشوف المرأة بتتعين في النيابة العامة، ده غير أنه عندنا 8 وزيرات في الحكومة. خلينا نضيف على كل ده التمكين الاقتصادي الاجتماعي أيضا الصحي من خلال مبادرات كتير أطلقها سيادة الرئيس، زي مبادرة صحة المرأة المصرية اللي بتستهدف فحص 28 مليون سيدة لمكافحة سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، غير دعم مشروعات خاصة بالمرأة المعيلة. ومناسبة إن النهاردة كمان يوم المرأة المصرية، هيكون معانا سؤال حلقتنا النهاردة: مين الست اللي تحب تقولها شكراً وليه؟ ده طبعاً سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، وأكيد مستنيين إجابات حضراتكم اللي نستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. لكن خليني أسأل أحمد الأول، أنت مين الست اللي تقولها شكراً وليه؟ بصي، يعني في الحقيقة علشان مين الست اللي أقدر أقول لها شكراً، طبعاً أول حد هتبقى موجودة كده على رأس القائمة طبعاً والدتي اللي ربتني وتعبت وسهرت طبعاً. يعني هي أكيد بتتفرج علينا دلوقتي، فأقول لها صباح الخير يا أمي، وكل سنة وإنتي طيبة، وشكراً على مجهودك، وشكراً على اللي عملتيه يعني كتير قوي علشان تقدر تربيني أنا وإخواتي، وتقدر تطلعنا نماذج إلى حد ما. يعني الحمد لله الناس بتشيد بتربيتنا يعني. بس في نساء كتيرة قوي حاليا موجودين في مصر نقدر اللي احنا نقول لهم شكرا. زي ما انت ما قلتي، في وزيرات قادرين على اتخاذ القرارات، قرارات صعبة، قرارات اقتصادية يعني بتغير كل. وزيرة التخطيط عندنا، وزيرة الهجرة، 8 وزيرات. يمكن وانت بتقولي يا جمانة المكتسبات اللي قدرت المرأة اللي هي تاخدها في الوقت الحالي، جه في دماغي كده أثناء من 4 سنين فاتت تحديدا، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اسأل الرئيس ويوجه لي سؤال، كان السؤال بيقول يعني متى يتولى منصب وزيرة للنساء في مصر، وزيرة مرأة. فساعتها الرئيس عبد الفتاح السيسي رد إجابة قد تبدو دبلوماسية للحضور، لكن النهاردة أثبت وبالدليل وبالبرهان القاطع أن هي إجابة حقيقية. قال أنا وزير المرأة، مش محتاج المرأة يكون لها وزير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بيهم. وفعلا النهاردة المكتسبات اللي موجودة بتقول أن المرأة بتاخد حقها، وأنتوا كمان لا يمكن حقها. طول الوقت كنا بنسمع عن أهمية المرأة ودورها في المجتمع، لكن الحقيقة دلوقتي احنا بنشوف ده يعني قولا وفعلا. هو كان دائما طبعا هرد على السؤال، عارفه انت مش هتسيبني، بس الحقيقه انه تخليني اكد على المعلومه دي، انه دائما كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث عن ايمانه بان المراه المصريه هي السر في بناء صحيح. هذه الهويه المصريه وفي هذه الحضاره القويه اللي امتدت يمكن من قديم الزمن. يعني احنا ايماننا بالمراه واحترامنا بالمراه مش جديد علينا الحقيقه. لكن صحيح. انا اللي هقول شكرا، هقول شكرا لمين؟ طبعا لامي. وليه؟ لانها صبح يعني عليها برضه اللي هي نايمه دلوقتي. وعايزه اقول شكرا لكل ام شهيد الحقيقه، لانه خليني اقول ان هي ضحت بحته منها عشان نقدر نعيش النهارده في امن وامان. لو شايفين ان في مشروعات تنمويه، لو شايفين في اي تقدم بيحصل، وده حصل فعلا لانه احنا كان لازم يبقى في امن وامان في البلد، ان كان داخليا او على الحدود، وده كان مستحيل يحصل الا يعني بدماء الشهداء دول. فشكرا ليكي، ويعني شرف لينا ان احنا نكون ولادك، كلنا ولادك، وكلنا بنصبح عليكي وبنقول لك كل سنه وانت طيبه. على اي حال، ده سؤال حلقتنا النهارده: مين السيده او المراه في حياتك اللي تحب تقول لها شكرا وليه؟ صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما ندخل بقى في تفاصيل حلقتنا، خلونا نروح ونصبح على ليندا عبد اللطيف اللي معانا في الاستوديو، ونعرف منها حالة الطقس بقى ليندا في يعني الأجواء الصقيعة اللي احنا بنعيش فيها اليومين دول. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا ليندا. الحقيقة لسه النهاردة الجو برد يا أحمد فعلا، بس بداية من بكرة هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والطقس إن شاء الله هيستقر. إن شاء الله يا مسهل.
صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ورجعت مرة تانية الشبورة الكثيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 17، وأعلى درجة حرارة في حلايب 23، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 13. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي جولتنا من القاهرة واللي بتشهد خدمات مرورية لتسهيل الحركة المرورية على مدار اليوم. خلونا نبتدي من كوبري 15 مايو واللي بيشهد سيولة مرورية نسبية وصولا للكورنيش، اللي بيشهد كثافات مرورية للمتجه لميدان التحرير، وكمان بعض الكثافات للي مكمل لحد المعادي وحلوان وحتى 15 مايو. هنروح في اتجاه كوبري اكتوبر لمنطقة الاسعاف ورمسيس واللي بيشهد سيولة مرورية نسبية، لكن الكثافات هتزيد بعد شوية على طور كوبري اكتوبر لحد نزلة غمرة والعباسية، اما المتجه لشارع بورسعيد للشرابية وحدائق القبة ولحد كوبري السواح والامرية والعكس في كثافات ناتجة عن دخول الطلاب المدارس بتقل مع انتهاء فترة الذروة الصباحية. خلونا نروح دلوقتي مشاهدينا لمحافظة سوهاج، وهنبتدي فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسبب دخول الطلاب للمدارس. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض، في هناك بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان كثافة نسبية، وطريق الحواويش الرئيسي بيشهد سيولة نسبية، أما طريق المنشأة وطريق أخميم جرجة فبيشهد كمان سيولة مرورية في الاتجاهين القادم للمدينة سوهاج أو العكس. أما تقاطع الشارع العشرين مع الكورنيش الشرقي بحي شرق سوهاج فبيشهد كثافات مرورية، كمان تقاطع منطقة الأرقم في تكدس للسيارات في ساعات الذروة وأوقات دخول وخروج التلاميذ من المدارس. هننتقل دلوقتي لمحافظة بني سويف، وهنبتدي من كوبري بني سويف واللي بيشهد سيولة نسبية. هنوصل لكورنيش بني سويف واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية، وهنكمل من الكورنيش لحد ما نوصل لمكتب تأمينات بني سويف ومبنى المحافظة والمحكمة، واللي الطريق ليهم بيشهد سيولة مرورية. أما طريق السادات وشارع عبد السلام عارف لموقف محيي الدين بتشهد بعض الكثافات المرورية بسبب التقاطعات والدورانات. أما الشوارع المتفرعة من مستشفى الصدر للطريق الدائري في منطقة الزهور وشارع جسر إسلام من الطريق الدائري فبيشهد كمان بعض الكثافات المرورية البسيطة. خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح لمحافظة مطروح، والإدارة العامة للمرور أجرت تحويلات مرورية وعينت خدمات لمراقبة حركة السيارات أثناء تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي والإسكندرية مطروح، وتنفيذ عدد 9 كباري دورانات في المسافة من الكيلو 101 ولحد الكيلو 154، واللي بتستغرق شهرين على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل. وبيتم تنفيذ التحويلات المرورية وهي التحويلة الأولى الاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه مطروح، تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 93 لمطلع الكوبري المؤدي للطريق المستجد الساحلي الجنوبي، واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 127، ثم استكمال السير يسارا من أسفل كوبري كيلو 127 اتجاه مطروح، ثم العودة مرة أخرى للطريق الساحلي اتجاه مطروح. أما التحويلة الثانية فالاتجاه القادم من مطروح اتجاه الإسكندرية، تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 132 يمينا إلى طريق داخلي بمنطقة سكنية، ثم العودة مرة أخرى للطريق الساحلي بمناطق الكيلو 132، ثم سلوك الطريق المستجد الساحلي الجنوبي من مناطق الكيلو 127، واستكمال السير لحد نهاية الطريق في
في مناطق الكيلو 93 ثم استكمال السير مرة تانية على الطريق الساحلي اتجاه الإسكندرية. أما الحالة المرورية لكورنيش مطروح فهناك في سيولة كبيرة، والشوارع عند مديرية الأمن ومبنى المحافظة وشارع الجلاء الموازي للكورنيش فبيشهد سيولة مرورية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 15.65 للشراء، أما البيع فبيسجل 15.77، أما اليورو فالبيع بيسجل 17.34 والشراء بيسجل 17.19، الجنيه الاسترليني فبيسجل 20.60 للبيع، أما الشراء فبيسجل 20.43. الدولار الكندي فالبيع بيسجل 12.19، أما الشراء فبيسجل 12.29. الفرنك السويسري فالبيع بيسجل 16.67، أما الشراء فبيسجل 16.80. الريال السعودي البيع بيسجل 4.17، أما الشراء فبيسجل 4.20. الدينار الكويتي البيع بيسجل 51.43، أما الشراء فبيسجل 51.95. الدرهم الإماراتي فالبيع بيسجل 4.26، أما الشراء فبيسجل 4.29. اليوان الصيني فالبيع بيسجل 2.45، أما الشراء فبيسجل 2.47. وبالنسبة لأسعار الذهب فعيار 18 بيسجل 761 جنيه للجرام، وعيار 21 بيسجل 888 للجرام، أما عيار 24 فبيسجل 1014 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب فبيسجل 7104 جنيه للجرام. دلوقتي مشاهدينا هنروح لأحمد وجمانة عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ليندا. طيب خلينا نبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة من صباح الخير يا مصر بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح، ومن أهمها اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. كل سنة وحضراتكم طيبين. أيضا إصدار سيادته عدة توجيهات منها تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع سعره، أيضا سرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إرداب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدا توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين. وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيام مباحث ومفتش التموين بالتأكد من التنفيذ. كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت ممكن. وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.
ومن الأخبار كمان اللي حصلت امبارح، الفريق أول لمحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من مقاتلي قوات حرس الحدود، وده في إطار اللقاءات اللي بتقوم بيها القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل التواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات اللي بترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. وده كان بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة لعدد من قادة القوات المسلحة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود، والذي يأتي في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عماد اليماني قائد قوات حرس الحدود، والتي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية. كما أكد أن رجال حرس الحدود يواصلون العمل ليل نهار ويبذلون الغالي والنفيس من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه. أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية عبر مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي حرس الحدود، كما أشاد بالجهد الذي يبذله رجال حرس الحدود في التصدي بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمتسللين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود. كما أدار حواراً مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع بالمنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة التي تحمي حدود الوطن وتصون مقدساته. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، فضلا عن نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. دلوقتي خلينا نسيب حضراتكم مع تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، وخاصة طبعا قرارات الخاصة بقرار منح حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. كمان معنا نفي الحكومة جمانة في التقرير ده بصحة الربط الإلكتروني المتداول لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة لأخبار تانية كتير هنتابعها في التقرير التالي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر امبارح عدد من القرارات الخاصة بتقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار. كمان كان في قرارات خاصة بتقديم حوافز لمشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، ده غير تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين. الدكتور مصطفى مدبولي استقبل أيضاً وفد من أعضاء مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وأكد رئيس الوزراء على أنه تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء العرب والأفارقة بيمثل أولوية قصوى عند الحكومة المصرية، خاصة أنه في الوقت الحالي العالم كله بيواجه تحديات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا والتطورات اللي بتشهدها الساحة الدولية. وبالنسبة للشائعات اللي انتشرت على صفحات السوشيال ميديا بخصوص وجود رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً علشان يحصلوا على منح مالية، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي واللي نفت كل الكلام ده وقالت إنه مش حقيقي وإنه الرابط المتداول على صفحات السوشيال ميديا مزيف ووهمي.
وفي كل الأحوال أي منحة أو مساعدات مالية بتقدم للأسر والفئات الأولى بالرعاية بيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. طيب بعد ما شفنا مع حضراتكم هذا التقرير عن أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، خلينا نروح ونشوف إيه أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، خاصة في أخبار عن افتتاح معرض أهلا رمضان في جنوب سيناء، أيضا استقرار أسعار السلع في سوق العبور. كمان يعني بعيدا عن الأخبار بقى السياسية والاقتصادية، معنا أكيد طبعا في الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله أخبار يعني الساحرة المستديرة، الماتشات اللي هتتلعب النهاردة سواء كانت الماتشات المحلية أو العالمية. النهاردة في أخبار كتيرة مهمة، منها أنه هيتم افتتاح معرض السلع الغذائية أهلاً رمضان في شمال سيناء، تحديداً هيكون في وسط مدينة العريش. المعرض ده بتنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بمشاركة عشرات التجار. كمان النهاردة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة هيعمل جولة تفقدية في سوق العبور لتجارة الجملة عشان يتأكد من توافر احتياجات المواطنين من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان. النهاردة أيضاً هتنطلق فعاليات المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية بمقر جامعة الدول العربية. الجلسات هتتناول آخر تطورات سياسات وقوانين المنافسة واستعراض رؤية المنظمات الدولية لتعزيز سياسات المنافسة بالمنطقة العربية. رياضياً النهاردة هيلتقي فريق المقاولين العرب مع فريق الجونة على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وفي نفس الجولة هيواجه فريق الاتحاد السكندري فريق الإسماعيلي، وفي الختام هيكون لقاء إمبي وسيراميكا كليوباترا. وأوروبياً هيلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع فريق أرسنال في قمة مباريات الدوري الإنجليزي واللقاء المؤجل من الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي. كمان هيلتقي فريق برايتون مع فريق توتنهام في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وفي إطار دوري أبطال أوروبا وجولات الإياب في الدور 16 يلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي مع فياريال الإسباني وليل الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي. طيب دلوقتي بعد ما شفنا الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، معانا مجموعة من الأخبار المتعلقة في المحافظات وهي أخبار حدثت أمس في المحافظات المختلفة. يمكن من أهم الأحداث اللي حصلت سواء كانت في الإسماعيلية أو بورسعيد، كمان في بني سويف وأسوان، ده غير أن في كمان أخبار بتهم أهلنا في إنا وكل مريدين مولد سيدي عبد الرحمن القناوي. بمناسبة العيد القومي في محافظة بني سويف، تم امبارح افتتاح مشروع الكورنيش والممشى السياحي على النيل بطول 1500 متر بعد تطويره بتكلفة 200 مليون جنيه، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل. وزي ما حصل في مشروع ممشى أهل مصر اللي بيعتبر من أهم المشروعات اللي بتستهدف تحسين جودة حياة المواطنين ووضع كورنيش النيل ومسطحاته في المكان اللائقة. في الإسماعيلية تم امبارح تنظيم حملات توعوية صحية ووقائية للعاملين بالفنادق اللي بتستضيف المشاركين في الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية واللي هينطلق بكرة وهيستمر لحد يوم 23 مارس. من الإسماعيلية نروح لبورسعيد. اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعلن إن محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوت الجديد هتستقبل 500 رأس ماشية، وده ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم وتوفير كيلو اللحم البلدي بالمنافذ التابعة للمحافظة بأسعار تتراوح ما بين 105 ل 120 جنيه. في إنا مفيش السنة دي احتفال بمولد السيد عبد الرحيم القناوي داخل المسجد، وده وفقاً لتصريحات وزارة الأوقاف،
وده للسنة التالتة على التوالي عشان الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرار بصرف مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين، وده تحفيز ليهم وتقدير من الجامعة على الجهد اللي قدموه في الاستعداد للفصل الدراسي الثاني والالتزام بسير العمل بالجامعة. في أسوان أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في عدد المشروعات، واللي وصلت ل 1048 مشروع باعتمادات مالية وصلت ل 21 مليار و291 مليون جنيه. كمان امبارح جامعة طنطا نظمت احتفالية كبرى بمناسبة إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة قادرون باختلاف للجامعات بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. في أسيوط تم امبارح إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلعية ومرض حمى الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وده طبعاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادتها. سواء كنت من الجيل القديم أو من الجيل الحالي أو يعني بتحب المزيكا بشكل عام، مفيش حد ما يعرفش موسيقار الأجيال، مفيش حد ما يعرفش محمد عبد الوهاب، مفيش حد ما بيحبش أعمال محمد عبد الوهاب إن كان اللي غناها أو اللي لحنها. في كمان بقى حاجة مهمة جدا لكل محبين الموسيقى ولكل محبين محمد عبد الوهاب تحديدا، في متحف الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي لازم كلنا نروح ونشوفه الحقيقة، لأن اللي ما راحوش فايته كتير جدا. في حاجات كتير قوي في هذا المتحف، بداية بقى من المبنى نفسه بتاع المتحف اللي بيعتبر تحفة معمارية وبيؤرخ مش بس للموسيقار محمد عبد الوهاب، الحقيقة هو كمان بيعتبر ذاكرة للموسيقى العربية. هتلاقي فيه كل حاجة، النضارة الشهيرة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، البيانو بتاعه، النوت اللي فيها أجمل مقطوعات موسيقية وألحان لأهم المطربين والمطربات، حاجات كتير جدا تعالوا نتابعها مع حضراتكم في هذا التقرير. مهما طال الزمن هيفضل زمن الطرب الأصيل من فن وألحان وموسيقى محفور في وجدان الشعوب، خاصة لما تسمع لموسيقار قدر بإيده وعوده أدواته المختلفة إنه يترك بصمة مش بس في أغانيه وألحانه، لكن كمان في المكان الجميل ده اللي بيحكي وبيفكرنا بنشأته ومشواره الفن العظيم اللي عايشين على ثرائه وقيمته. هنا متحف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هنكون معاكم في جولة نستعيد فيها ذكريات الموسيقار الراحل ما بين حياته الفنية ومقتنياته الشخصية. متحف موسيقار محمد عبد الوهاب بيجمع مجموعة نادرة من المقتنيات الخاصة بالفنان محمد عبد الوهاب، منها الفنية ومنها الشخصية. المتحف أول ما يدخل الزائر وبيشاهد العود الخاص بالفنان محمد عبد الوهاب، العود صناعة 1962 للصانع علي خليل المصري. بجوار العود عصا القيادة من الأبانوس اللي قاد بها فرقة الموسيقات العسكرية لإعادة توزيع النشيد الوطني وألحان موسيقار الشعب سيد درويش. البطاقة الشخصية الخاصة بالفنان محمد عبد الوهاب، الأسطوانة البلاتينية اللي حصل عليها كأول فنان عربي وتالت فنان على العالم، وغنى أغنية الليل لما خلي اللي غناها في افتتاح معهد الموسيقى العربية سنة 1923. بعض المقتنيات الشخصية، نظارته وساعته، مصحف صغير، ريشة النعام كان بيعزف بيها على العود، الكرنيه الخاص بالفنان محمد أبو هاب وهو عضو مجلس الشورى، والبدلة السموكن اللي مثل بيها فيلم الوردة البيضة، بعض الجرافطات والروب دي شامبر، أيضا التليفون الخاص بيه، البيانو الخاص بيه، الكرسي الهزاز اللي توفى عليه 3/5/91 الساعة 12 إلا 3 دقائق، توقف زمن الإبداع. ونختم المتحف بصورة ليه هو ومدام نهلة القدسي اللي ليها أكبر الأثر في إنشاء المتحف سنة 2002، تبرعت بجميع المقتنيات الخاصة بالفنان محمد عبد الوهاب هي وأولاده.
طبعا احنا خلفيتنا خلفيه الموسيقار بعض النياشين اللي خدها مش كلها، الاستقلال الليبي، الاردني، سلطنه عمان، بعض النياشين اللي خدها من الدوله المصريه. طبعا اكبر تكريم للدوله ان هي كانت الجنازه العسكريه. بالنسبه لقاعه الاستماع هي بتجمع كل ما هو طلع للنور من اعمال الموسيقار واللي ما طلعتش، يعني الافكار الخواطر اللي ما بقتش اغاني موجوده طبعا تحت امر المستمع او المشاهد انه يشوفها يوميا من الساعه 10 للساعه 3. غرفه الاستماع فيها حوالي 72 ساعه عن اعمال الموسيقار، حوالي 4 ايام متواصله استماع عن طريق التاتش والسماعات الخارجيه، وفي سماعات الاستماع هيعيش معايا كانه موجود معايا في حياته كلها. اللي ما يعرفش عبد الوهاب يشوف نشأته ويشوف علاقته ويشوف التكريم اللي أخده ويشوف دي بره بقى إيه مواضيعه والألحانه وحاجة. يعني بصراحة هو في ناس بتحب الفن وناس متخصصة في محمد عبد الوهاب بالذات. احنا جينا في زيارة مصر وجيت خصيصا اليوم على متحف مع محمد عبد الوهاب عشان عندي ذكريات كثيرة مع محمد عبد الوهاب. أول ذكرى لي مع محمد عبد الوهاب كنت وأنا صغير، كان أبوي الله يرحمه بالسيارة عنا كاسات من غير ليه، يعني ما شاء الله يعني عملاق من عملاق الموسيقى العربية، وكنت منبهر يعني بالذكريات والصور الجميلة اللي كانت مع عمالقة الفن ومع الزعماء العرب. يعني برافو على المجهود في المتحف هذا. مكانة تاريخية كبيرة لهذا المتحف الذي استطاع أن يجسد تاريخاً يحكي فيه ذكريات فنية ومقتنيات شخصية لفنان أخلص لفنه فطور من موسيقته وسطر اسمه في وجدان الشعوب ليظل محفوراً في قلوب محبيه الذين لقبوه بموسيقار الأجيال عبد الوهاب. محمود جميل، التلفزيون المصري. بصراحة اللي شفناه في التقرير اللي زميلنا محمود جميل ده مش مجرد يعني مقتنيات شخصية أو آلات موسيقية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لأن ده بيمثل جزء ده هو جزء من الهوية المصرية، بالإضافة لكونه تاريخ محفور في ذاكرة المصريين والفن المصري والعربي كمان، اللي يمكن يعني تخطى بفنه حدود مصر وحدود المنطقة العربية. المتحف ده بيعتبر فرصة للأجيال الحالية بقى، الأجيال الجديدة، إن هي تطلع على عبقرية الفنان اللي قدر يغير في شكل الموسيقى في مصر وفي الوطن العربي، ويمكن ارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية، لأن أثناء ثورة 23 يوليو 1952 حل نشيد الحرية محل إسلامية مصر، وده كان من كلمات كمان للشناوي وألحان طبعا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الموسيقار اللي ارتبط اسمه زي ما قلنا بكتير جدا من الأعمال الفنية، لأنه كان مش مجرد ملحن ولا مؤلف، لأنه كمان كان ممثل فنان متكامل. جمانة معنا ايه تاني؟ يعني دلوقتي خلينا ناخد بعض التعليقات على سؤال حلقة النهاردة، وهو مين الست اللي تحب تقول لها شكرا وليه؟ خلينا ناخد بعض تعليقات حضراتكم. في سيد حسن محمود بيقول صباح الورد والياسمين عليكم، صباح الخير عليك. وكمان بيقول لا، في آية رضا كمان بتقول أمي طبعا مهما أقول لها شكرا مش هيوفي حقها، ربنا يحفظها يا رب، ربنا يحفظها لك ويخليكي ليها يا آية. في كمان ماهر عطلة بيقول أمي طبعا ومن غير ليه وجودها بس بيستحق الشكر. طبعا مش محتاجين نعرف من غير ليه يعني. طبعا سهام هيكل بتقول أمي وعمتي الله يرحمهم. الله يرحمها طبعا، ألف رحمة ونور عليها يعني. في محمد سيد بيقول أمي ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لأن هي اتحملت كتير جدا، الله يرحمها طبعا. طيب في إسراء محمد بتقول أمي أحب أقول لها شكرا يا أحلى ست في العالم كله،
وربنا يرحمك ويدخلك ويدخلك فسيح جناته. اللهم امين. اللهم امين يا رب. وتعيشي وتفتكري يعني، ربنا يصبرك يا رب. اللهم امين. طيب معنا احمد الشماوي بيقول: امي امي امي، ولو فضلت طول عمري خدام ليها مش هرد جزء ولو صغير من جمايلها عليا. ربنا يبارك في عمرها ويشفيها. اللهم امين يعني، ربنا يشفيها يا رب. اللهم امين. خلينا ناخد اخر تعليق قبل ما نخلص. في رضا البحراوي بيقول: بنتي ملك حابه تصبح عليكم يا احمد انت وجمانة، وحابه تقول شكرا يا ماما. صباح الفل عليك. صباح الخير طبعا عليك وعلى بنتك. وبيقول الست اللي احب اقول لها شكرا واللي اقول لها كل شيء هي امي، وكل الشكر لجميع امهات المصريين، ومن اجل امي تمنيت السعاده لكل الامهات. يعني احنا الحقيقه كل التعليقات طبعا طبعا هتبقى يعني تتمحور حول الام، بس خلينا يعني نوسع الدايره شويه. يعني خلينا نعرف من حضراتكم مين الست غير الام طبعا بجانب الامهات، نحب نقول لهم شكرا وقولوا لنا كمان اسباب لو امكن. على اي حال خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. استنونا. اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانيه. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده هيكون في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون مائل للبروده على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهيكون برد على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وسط سيناء، وهيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كل الأنحاء. كمان النهاردة هيكون في شبورة مائية كثيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. قبل ما نصرف درجات الحرارة مشاهدينا، خلونا نروح للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني دكتور، البلاد شهدت امبارح العديد من الظواهر الجوية، سواء لو بنتكلم عن رياح، سقوط أمطار، أو كمان اضطراب في الملاحة البحرية، فعايزين حضرتك تطمنينا أكتر عن حالة الجو النهاردة وكل الظواهر الجوية الثانية. بالفعل احنا لسه اليوم مستمرين في انخفاض درجات الحرارة. الطقس خلال فترة النهار بيكون بارد على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد. بيكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار. احنا العظمى اليوم هنلاقي فيها تحسن عن الأمس، لكن لسه احساسنا بالطقس هيكون بارد. يعني احنا متوقعين درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تكون 17 درجة مئوية بارتفاع درجتين عن الأمس. اما خلال ساعات الليل فالطقس طبعا هيظل شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه، لان الصغرى هتوصل لتسع درجات و10 درجات على القاهره الكبرى. هنلاحظ اليوم كمان اعتدال في سرعات الرياح، فده اللي بيزود يعني احساسنا بالتحسن النسبي في الاحوال الجويه، وبدوره طبعا هيؤدي لاعتدال حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط والبحر الاحمر عن الامس. يعني ارتفاع الامواج اليوم على البحر الاحمر هيكون ما بين 2 و3 متر، في بعض المناطق هتكون طبعا مؤهله لعمل الصيد والملاحه البحريه. بالاضافه الى ان كمان فرص الامطار اليوم هتتلاشى على اغلب مناطق الجمهوريه، وهتعود تاني الظاهره المؤثره هي الشبوره المائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل. وبالفعل كان اليوم في شبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، هي بتبدا في التلاشي سريعا مع سطوع اشعه الشمس لانها شبوره مائيه خفيفه. احنا طبعا متوقع من غدا تبدا تاني نحس بقى بالتحسن والاستقرار في الاحوال الجويه، تبدا درجات الحراره ترتفع ونحس بارتفاع درجات الحراره. متوقع غدا العظمى تكون على القاهره الكبرى 19 درجه مئويه، والارتفاع ده تدريجي يعني مع الجمعه والسبت ان شاء الله درجات الحراره توصل ل 22 على القاهره الكبرى. بالاضافه الى هيبقى في اعتدال في سرعات الرياح كامل على كافه مناطق الجمهوريه، وهتكون الظاهره المؤثره فقط هي شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. النصيحه هنا المهمه والاساسيه هنا هو عدم تخفيف الملابس،
وعدم انخداع بالطقس خلال فترة النهار، لأن مع دخول ساعات الليل الأجواء هتظل شديدة البرودة، بالإضافة إلى أن احنا من منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله هنرجع تاني في انخفاض درجات الحرارة، فاحنا لسه مستمرين في الأجواء الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل، لسه مستمرين في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. شكرا يا دكتور منار. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 19 والصغرى بتسجل 7، الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 9، سيوة العظمى 16 والصغرى كمان 9، بورسعيد العظمى 16 والصغرى 10، دمياط العظمى 16 والصغرى 10، الإسماعيلية العظمى 16 والصغرى 8، السويس العظمى بتسجل 17 والصغرى بتسجل 9. هنروح للعريش العظمى فيها 15 والصغرى 7، سان كاترين العظمى 13 والصغرى 1، طابة العظمى 18 والصغرى 13، شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 11، الغردقة العظمى 13 والصغرى 10، الفيوم العظمى 18 والصغرى 8، بني سويف العظمى 18 والصغرى 8، المنيا العظمى 18 والصغرى بتسجل 7. هنروح لأسيوط العظمى فيها بتسجل 18 والصغرى 6، سوهاج العظمى 18 والصغرى 8، قنا العظمى 19 والصغرى 9، الأقصر العظمى 21 والصغرى 9، أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 10، الوادي الجديد 21 والصغرى 8، شلاتين العظمى 22 والصغرى 13، وأخيرا حلايب العظمى 23 والصغرى بتسجل 14. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وجو معنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك ليندا. ودلوقتي مع دقات الثامنة صباحا معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع ليندا عبد اللطيف. اتفضل يا ليندا. شكرا أحمد. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والتموين والداخلية ورئيس المخابرات العامة، وجه الرئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه، وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي وجه أيضا بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت، كما وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إن زعماء الحلف سيجتمعون في بروكسل يوم 24 من مارس الجاري في قمة استثنائية لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما أكد البيت الأبيض حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقر حلف الأطلسي. أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ عن قلقه إزاء إمكانية قيام روسيا بشن عملية سرية ضد أهداف عسكرية تعرف باسم عملية الراية الزائفة في أوكرانيا من المحتمل أن تتضمن أسلحة كيماوية. وخلال مؤتمر صحفي شدد ستولتنبرغ على أن حلفاء الناتو وشركائه سيواصلون مساعدة أوكرانيا عبر توفير معدات عسكرية ومساعدات مالية وإنسانية، مشيرا إلى أن الناتو وضع مئات آلاف الجنود على أهبة الاستعداد في أنحاء دول الحلف، بالإضافة إلى 100,000 جندي أمريكي في أنحاء أوروبا. But they are killing civilians. طلبت بولندا تشكيل بعثة سلام أطلسية تحظى بحماية قوات مسلحة من أجل مساعدة أوكرانيا. وأعلن نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي أن هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلحة، ويجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا.
فر نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة. وفي مؤتمر صحفي في جنيف أشار المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلن إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق. أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 458,920,000 نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 6,436,000 حالة، حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول. أما رياضيا فتأهل بنفيكا البرتغالي لدور ربع نهائي بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين على مضيفي أياكس الهولندي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما في إياب دور 16 من البطولة. وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وفي مباراة أخرى لحساب نفس الدور تأهل أتلتيكو مدريد عقب فوزه على مضيفي مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب دور 16 للبطولة. نهاية موجز الثمانية، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، والمرة دي هنطلع ونشوف نماذج مشرفة بره مصر الحقيقة، وتحديدا في أمريكا، لأن في أمريكا أكتر لعبة شعبية فيها هي كرة السلة. لكن لما تعرف ان احد الانديه، وهي يعني انديه الجامعات تحديدا في نيويورك، بتلعب في ضمن صفوفها لاعبه مصريه، ده حاجه تشرف، حاجه تدعو للفخر، لانها كمان كانت بتلعب في منتخب مصر في السابق، وهي اللاعبه ساره نادي الشهيره بساسو. خلونا نعرف يعني قصه حب كره السله عند ساره اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف من الولايات المتحده الامريكيه. صباح الخير يا ساره. صباح النور. يعني ساره او ساسو بقى، عاوزين نعرف بدايتك في لعبه كره السله، وليه اخترتي يعني هذه اللعبه تحديدا؟ بدايتي كان اخواتي كلهم، انا عندي اخين كبار واخت كبيره، انا اكبر واحده، فكان هم يعني على طول في الرياضه، وخصوصا الباسكت، لعبوا باسكت من زمان. فمامتي حاولت معايا قبل كده رياضات ثانيه، لعبت شويه جمباز، بعدين تجربتي معاه ما كانتش كويسه، وكل ده كان انا بدات في نادي الصيد. فكانت مامتي عايزه تدخلني فريق الباسكت عشان ابقى زي اخواتي. بعدين ما كنتش يعني حابه ان انا ابقى في فريق او كده، كنت حابه دايما ان انا اروح والعب لوحدي كده اهو، لغايه ما مامتي وبابايا اقنعوني دخلت الفريق، ومن ساعتها كملت بقى مشواري كله في نادي الصيد، وحبيت اللعبه وكملت فيها، كانت هي الرياضه الوحيده بالنسبه لي. طيب ساره، طبعا صباح الخير عليكي، واحنا الحقيقه يعني شرف لينا ان انت معانا في صباح الخير يا مصر. بس خليني اقول لك انه لعبه كره السله من اصعب الرياضات، وتحديدا بقى وانت بتلعبي في دوله بالنسبه لهم رياضه كره السله مثلا زيها زي كره القدم بالنسبه لنا هنا. الام بي اي هناك يمكن ناس كتير جدا بتبقى مهتمه انها تتفرج عليه، الرياضيين طبعا ولاعبين كره السله كتير جدا ومشهورين جدا. فانا عايزه اعرف منك يعني مثلك الاعلى في اللعبه ان كان في مصر او عالميا، وعايزه اعرف منك ازاي قدرتي تبقي يعني شخصيه تشالنجينج، او قدرتي تتحدي وتاهلي نفسك ان انت تنافسي في دوله بالنسبه لها رياضه كره السله رياضه مهمه وشعبيه جدا. تمام. اول حاجه ميرسي جدا يا جوانا واحمد على ان انا موجوده معاك النهارده، حاجه اكيد شرف ليا، وهجاوب على سؤالك حته حته. اتفضلي. يعني اكيد طبعا هي فعلا الباسكت من الرياضات المشهوره جدا في امريكا، بس هو الواحد يعني زي ما انت قلتي، هي الرحله بتاعت الواحد ما بتبتديش من هنا. يعني انا كنت طول عمري بلعب باسكت، دخلت من ساعه ما كان عندي 7 سنين،
دخلت ولعبت واتمرنت كتير ولعبت بطولات كتيرة مع نادي الصيد، بعدين جه سني ان انا ادخل المنتخب، دخلت المنتخب لعبت بطولات كتير مع المنتخب ورحنا كاس عالم لغايه 2016 بالظبط لما لعبت اول سنه ليا مع فريق الدرجه الاولى في نادي الصيد. فهو كل السنين دي هي دي الحاجات اللي بنتني، وهي دي الحاجات اللي هي قوتني وادتني خبره، وان انا كنت سنه عن سنه بشتغل على نفسي وبطور من نفسي وبعلي مستوايا. فهي دي الحاجات كلها اللي يعني انت الواحد لما بيروح امريكا او بيحترف او بيروح جامعه او كده مش بيروح ويبتدي من هناك، اكيد بيبقى في زي ليفل معين، في اساس لازم يكون في اساس تاسس عليه. طيب قولي لي مين يعني مين بقى مثلك الاعلى في اللعبه؟ ده الجزء الثاني من السؤال. يعني عندي ناس كتيرة بصراحة، مش عارفة ما فيش اسم معين أنا أقدر أفكر فيه، بس هي الحاجة برضو من اللي أنا يعني كنت على طول مستنية بيها إن أنا مثالي الأعلى، أكيد ناس كتيرة اللي هو بتلعب باسكت كويس وعايزة أبقى في نفس مستواهم، بس في نفس الوقت ناس كشخصيات عامة أنا بفصلها إن أنا عايزة أبقى شخصية كده، أو الناس تبص لي كده او ابقى قدوه للناس بره حتى الباسكت، مش شرط بس في مستواي او مش شرط بس في بطولاتي، بس كشخصيتي ومعاملتي للناس الثانيه. نعم. طيب ساره عاوز اعرف منك، يعني اكيد في بدايه اللعبه انت قلت اللي انت دخلتي الاول ما كنتيش بتحبيها بالشكل اللي انت وصلتي له النهارده، لكن اكيد كان في تحديات وصعوبات قدامك، وهل انت النهارده نقدر نقول حصلتي فعلا على افضل لاعب في الفريق؟ اكيد الواحد فعلا يعني كل ما سنه بيكبر وكل ما بتصير بقى تخش بطولات وكل ما الدنيا زي ما بنقول تخش في جديه شويه بيبقى فعلا في ضغوطات وفي صعوبات، خصوصا ويعني اكيد انا حسيتها اللي هو مع خلاص اول ما واحد بيخش المنتخب او اول ما بتبتدي يلعب بطولات قويه بيحس ان هو الناس كلها وصاله والناس كلها مركزه معايا، فاللي هو انا مش بس لازم احافظ على مستوايا، انا لازم اشتغل على نفسي ولازم اطور نفسي سنه عن سنه، ودي برضو يعني اكيد فعلا يعني تشالنجز وحاجات كل اي حد رياضي. بس حسيتي يا ساره بالتطور ده في ادائك بعد قد ايه من فتره ممارستك للعبه؟ افندم حسيتي بتطور ادائك بعد قد ايه من ممارسه اللعبه؟ حسيت بيه عامه يعني اكيد وانا يعني مش عارفه اكيد لغايه سن 14 او حاجه لغايه ما الموضوع بدا بجد، وبعدين بقى مع اول سنه دخلت فيها لعبت بطولة افريقيا مع المنتخب، اكيد من ساعتها يعني الواحد لما بيلعب بطولات بقى انترناشونال عامة بيحصل اكيد طفرة تانية يعني. صحيح. طيب سارة عارفة في كده مثل عندنا بيقول ده عنده عقدة الخواجة، تسمعي عنه؟ طيب سؤالي ليك يا سارة، أنا عايز أسألك عن برياضة كرة السلة بالنسبة لمصر، في ناس تقول لك ده بره بيهتموا جدا بالرياضات وبالرياضيين، شوفوا ازاي احنا عندنا لسه محتاجين نهتم أكتر، أنا عايز أسألك ويعني وخليني أعرف منك بشكل شخصي إنه احنا بالنسبة لنا وعن تجربتك أنت الشخصية، هل بالنسبة لك تأهيلك بالفعل كان يضاهي تأهيل الرياضيين بره طبعا اللي بيلعبوا رياضة كرة السلة؟ ولا مصر واقفه فين بالظبط في رياضه كره السله وتاهيل كمان لاعبي كره السله؟ يعني بصي من ناحيه امكانيات، فان احنا اكيد عندنا امكانيات ان احنا نعمل ابطال وان احنا نمرن الناس كويس وان احنا نخرج ابطال، لان احنا اوريدي عندنا امثله كثيره جدا من الناس ما شاء الله ناجحه جدا في رياضات مختلفه مش الباسكت بس. صحيح. بس علشان برضو اكون صريحه، هو احنا عندنا كل الحاجات دي بس مش دايما واخده اهتمامها، وخصوصا رياضات البنات، يعني في الفتره الاخيره يعني بصراحه في يعني تطور جامد واحسن ان هو في كفرج اكتر لبطولات البنات او فرق البنات عامه او اهتمام اكتر والناس مركزه معاهم اكتر، ودي حاجه جميله، بس لازم الموضوع يزيد ولازم الموضوع برضه ياخد اهميته، مش بس رياضات الولاد او مش بس الكوره او مش بس الحاجات دي، فاكيد فعلا يعني حصل اختلاف عن السنين اللي فاتت بس برضه لسه محتاجين نكمل عليه. طبعا نعم. انا بشكرك يعني شكرا جزيلا ساره نادي لاعبه منتخب مصر لكره السله وايضا المحترفه في ناعه جامعه روبرت فوسلن الامريكيه، بشكرك جزيل الشكر يا ساره.
طيب نروح لموضوع آخر. وفي مرسى مطروح تم إطلاق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الزيتون المصري، واللي بيستهدف تطوير زراعة وإنتاج الزيتون. بيشارك فيه 14 وزارة ومؤسسة ومنظمات المجتمع المدني. بمشاركة 14 وزارة ومؤسسة ومنظمة مجتمع مدني، انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الزيتون المصري في مدينة مرسى مطروح. المهرجان هدفه تحفيز الإبداع والابتكار وتكريم منتجي أجود أنواع منتجات الزيتون وتطوير زراعته، وده ضمن مشروع التنمية المستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لقطاع الزيتون بمحافظة مطروح. المهرجان بيعتبر خطوة هامة في سبيل تطوير قطاع زراعة وإنتاج الزيتون على المستوى المحلي، وده من خلال إطلاق وتبني عدد من الأنشطة والمسابقات اللي بتشجع المزارعين والمنتجين والمصنعين وكمان المصدرين بقطاع الزراعة على إنتاج منتجات الزيتون وتحفيزهم على الإبداع والتميز وخلق روح المنافسة بينهم للنهوض بالقطاع ده. كمان المحافظة بتقدم مبادرات كتيرة لدعم زراعة الزيتون، منها مشروع الشباب لزراعة الزيتون وتوزيع 160 مزرعة على 160 شاب، أيضاً زيادة دعم المشروع من خلال الموافقة على تنفيذ 47 مزرعة زيتون جديدة بإجمالي 141 فدان بمدينة الضبعة لتسليمها للشباب، مع تخصيص 3 أفدنة لكل شاب ليصل الإجمالي ل 207 مزرعة حتى الآن بمدن براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة. ده غير دعم جميع الجهات البحثية والزراعية بمطروح للمزارعين بالعديد من الأصناف المتميزة من شتلات الزيتون. زي ما احنا تابعنا مع حضراتكم ان محافظة مطروح بتتميز بعدد كبير جدا وانواع مختلفة من الزيتون، لكن ايه حكاية المهرجان الاول اللي بينظم لمهرجان الزيتون المصري؟ ده اللي هنعرفه من خلال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. صباح الخير يا سيادة اللواء. اهلا، صباح الخير يا استاذ احمد، صباح الخير استاذة جمانة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. عاوزين نعرف يعني أهمية هذه الفعالية النسخة الأولى من مهرجان الزيتون المصري، إيه المرجو أو إيه المستهدف من إقامة يعني هذا المهرجان تحديدا؟ ويمكن محافظة مطروح فيها أكثر من 207 مزرعة خاصة بزراعة الزيتون. حقيقة زي ما سيادتك أشرت كده، يمكن ده مهرجان الزيتون المصري الأول للزيتون، وده تم على أرض محافظة مطروح، ويعني وده تم تنظيمه انطلاقا من تعظيم العائد الاقتصادي والنهوض بشجرة الزيتون ومزارعي ومنتجي زيت الزيتون والمساعدة على تسويق منتجاتهم. والفكرة دي جاءت يمكن أسوة بمهرجان التمويل الدولي اللي تم يعني الحمد لله على إقامته على أرض مطروح في نسخته الخامسة في واحد سيوة، فجت من هنا الفكره ديت. احنا يعني احنا مطروح يعني تشتهر بالتمور وبالتين وبالزيتون، صحيح. فقلنا برضه نعمل مهرجان للزيتون، وده جه المهرجان ده بالتعاون بين محافظه مطروح وجامعه مطروح ممثله في كليه الزراعه الصحراويه والبيئيه، واكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، وبمشاركه منتجي ومزارعي الزيتون والجهات البحثيه والصناعيه والزراعيه المعنيه والمختصه بالزيتون ومنتجاته. زي ما سيادتك عارف طبعا ان محصول الزيتون ده من اهم المحاصيل الزراعيه اللي تشتهر بها محافظه مطروح، صحيح. ويمكن احنا عندنا بنزرع الزيتون على مساحه نحو 38,000 فدان في مطروح، وبتعتمد في الري بتاعها على مياه الامطار، ومع استخدام المكافحه الحيويه وتقليل المبيدات تماما، نعم. وده بينتج منه اراضي مطروح خلدت افضل انواع الزيتون الصحراوي اللي بيستخدم في تخليل وصناعه زيت الزيتون. وطبعا بيتمتع بقيمه غذائيه عاليه، ويمكن احنا يعني مع تميز الزيتون في مطروح ومع عنب براني مع التين، يمكن خدنا حصلت مطروح على المؤشر الجغرافي للثلاث منتجات دول. فطبعا عشان كده احنا بنتوسع في زراعه الزيتون وباصنافه طبعا مختلفه،
خاصة الأصناف اللي هي عالية الإنتاج وفي الزيت بالذات يعني زيت الزيتون. ومن هنا كانت أطلقت محافظة مطروح عدة مبادرات لدعم زراعة الزيتون، كان منها مشروع الشباب لزراعة الزيتون، كان وزعنا 207 مزرعة على 207 شاب بواقع 3 فدان لكل شاب بعدد من مدن من المحافظة. نعم. وطبعا بنساعد الشباب دول من خلال وزاره الزراعه، من خلال مراكز البحوث الزراعيه، مراكز التنميه المستدامه، كليه الزراعه، مديريه الزراعه المطروح، بيساعدوا الشباب بالمعلومات، بيمدوهم بالادوات، بنوزع عليهم وعلى كل مزارعي الزيتون سنويا الاف شتلات شجره الزيتون من خلال وزاره الزراعه ودعمهم لينا. من هنا جه بقى الاهتمام ان احنا ننظم هذا المؤتمر، وهو فعلا ده في نسخته الاولى كمؤتمر محلي. ان شاء الله عندنا الطموح ان شاء الله باذن الله ان يكون مؤتمر دولي باذن الله تعالى بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا سياده اللواء بعد التحيه، يعني هل منتظر انه يكون هذا المهرجان مهرجان سنوي؟ وخلينا اعرف من حضرتك كمان يا فندم، هل في خطه جذب لمحافظات اخرى للمشاركه في المهرجان؟ طبعا احنا كان شايف معانا شركات كتير جدا موجوده في داخل المهرجان، وده اللي احنا بنستهدفه زي ما قلت لحضرتك كده. قصه المؤتمر الطموح احنا عملناه ده كان فيه كل معظم المحافظات كلها مشتركه معانا، ومعظم الدول العربيه والشقيقه بصوت مشتركه معانا في المهرجان. فده احنا نتطلع عليه ان شاء الله ان يكون مهرجان، احنا دلوقتي هو ده في نسخته الاولى كمهرجان محلي، تطلعنا ان شاء الله ان يكون مهرجان دولي باذن الله تشارك فيه كل المحافظات وكل الدول المعنيه بشجر المباركه شجره الزيتون. ويعني فده جه اهتمامنا من هنا كده، وطبعا احنا بنساعد طبعا على تسويق ومنافسه شريفه بينهم. احنا عملنا مسابقه بين الناس كانت مشتركه معانا، مسابقه احسن مزرعه واحسن منتج واحسن تغليف واحسن تعبئه، فكان وزعنا عليهم الجوائز بتاعتهم اللي حصل على المراكز الاولى فيها. فكانت طبعا دي يعني منافسه شريفه بين المزارعين، وان شاء الله يعني تخلق منافسه كويسه جدا تساعد على يعني زياده انتاجيه الزيتون وانواعه المختلفه. ان شاء الله يا فندم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. طيب نروح دلوقتي لموضوع اخر لا يقل اهميه، ويمكن هو حديث الساعه، متحور جديد لفيروس كورونا اسمه دلتا كرون ظهر في اوروبا، ولكن يعني على الرغم من انخفاض معدل الاصابه به، لكن منظمه الصحه العالميه قالت ان هو المتغير الجديد ده بيثير نوع من انواع القلق والمخاوف تحديدا في أوروبا. خلونا نعرف التفاصيل عن هذا المتحور الجديد من خلال دكتور فؤاد داوود رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير للجميع، وصباح الخير يا مصر. دكتور، عاوزين نعرف إيه هو المتحور الجديد دلتا كرون، هل هو فعلا هجين ما بين متحور دلتا وأوميكرون؟ نعم، بالنسبة للمتحور دلتا كرون زي ما بنعرف من الاسم، نعم، هو من دلتا ومن أوميكرون. كيف يصير عشان نأخذ ونوصل الصورة؟ إحنا في مرحلة تعايش الفيروس مع نفسه، إنه الفيروس ضعف كتير، والفيروس وصل إلى درجة إنه في العالم تقريباً 95% من المصابين هم مصابين في أوميكرون. والأوميكرون حاليا في عنده 3 سلالات أوميكرون، سلالات أوميكرون 1، سلالات أوميكرون 2. وقبل أوميكرون كان عندنا السلالة المنتشرة كثيرة سلالة دلتا. لابد انه أوميكرون ودلتا يلتقوا مع بعض في نفس جسم الإنسان وفي نفس الخلية ويصيبوا الشخص المتحورات اثنين، وكونوا هاي المتحور الجديد أو العارضة الجديدة، وهي لما الشخص يصاب من المتحور دلتا والمتحور أوميكرون. النقطة المهمة إنه في عنا الأوميكرون هو سريع الانتشار، دلتا غير سريع مثل أوميكرون، عشان هيك حسب رأيي غير مقلق. يعني هو سريع الانتشار لكن مش بنفس شكل انتشار الأوميكرون. لا، ليش؟ لأنه في علم الفيروسات مهم إنه الفيروس يتقدم بالتغير وبالتحوير والطفرات. نعم. احنا وصلنا اليوم المرتبة الأولى
أسرع انتشارا وموجود يعني تحت المراقبة وتحت القلق هو سلالة أوميكرون رقم 2، وهي أجدد سلالة اللي قاعدين بندرس فيها، لأنه كثير من المسحات لا تستطيع تشخيص الأوميكرون 2، صحيح، وهو مختفي زي ما بسموه السلالة المختفي أو الشبح. عشان هيك حسب رأيي إنه أوميكرون ناخذ مصطلح إنه يتجوز مع دلتا، بس دلتا معناته بنرجع إلى الوراء، لأنه دلتا كانت قبل أوميكرون، وعشان هيك في تراجع في هاي السلالة. مع التراجع الفيروس لا يشير إلى القلق، لا يشير إلى أعراض خطيرة، لا يشير إلى صفات إنه ينتشر بسرعة. عشان هيك حسب رأيي الفيروس في حالة تعايش مع نفسه وبتزوج بين بعض بين طفرات قديمة وجديدة. طيب دكتور، يعني إذن أعذرني المقاطعة، لكن لماذا الحقيقة إنه منظمة الصحة العالمية قالت إنه هذا المتحور الجديد يثير القلق؟ حضرتك بتقول إنه حسب الدراسات والأبحاث وما توصلنا إليه حتى الآن إنه ما فيش خطورة. نعم، منظمة الصحة العالمية وظيفتها إنها تحذر العالم، وهذا مهم من منظمة لازم تعمله باستمرار. إحنا بنشوف وبنقرأ الصورة الطبية والصحية وفي نفس الوقت الأرقام، عشان نأخذ فكرة 100% عن قوة انتشاره وعن خطورته بالنسبة للأعراض، عن قوة العدوى وعن مقاومته للقاحات. هذول الأربع الصفات اللي كل متحور بندرسه، لازم ننتظر أرقام أزيد زي ما سوينا مع أوميكرون في أول أيام. يعني أفهم من كلام حضرتك إن إحنا مستنيين أرقام الأربع عوامل اللي حضرتك ذكرتهم عن هذا المتحور تحديداً؟ نعم، عشان ندرسه أزيد. ليش؟ لأنه الأرقام في أوروبا أرقام قليلة، يعني اللي ظهرت في فرنسا، في الدنمارك، في هولندا. عشان هيك إحنا لازم نستمر بدراسة صفات الدلتا كرون. في نفس الوقت إحنا لازم ندرس أزيد الأوميكرون اللي بنقدرش نشخصه، عشان هيك هذاك أزيد قلق من الدلتا كرون. الدلتا كرون إحنا زي كل متحورات أو كل صفات من المتحورات أو كل تزاوج أو تعايش بين طفرات تختلف أو طفرات قديمة وطفرات جديدة، واجب منا، واجب من منظمة الصحة العالمية، واجب من كل الدول العالم إنها تدرسه. بس حسب رأيي لما تغدى عندها أرقام كافية عشان تعطي للصورة الحقيقية للوضع. هذا لا يعني إنه مش خطير أو إنه لازم إنه نقول إنه بدناش ندرسه. لازم نستمر بالوقاية، لازم نستمر باحترام النصائح والإرشادات، زي ما إحنا صرحنا ونكرر إنه الفيروس ضعف كثير نسبية للموجة الأولى والموجة الثانية، وبدأ في التعايش مع نفسه، والانتشار صار سريع بين الشباب والأطفال. اليوم إذا بدنا نتكلم عن الصورة في العالم، نتكلم عن 461 مليون مصاب، أزيد من 394 مليون اللي تعافوا، أزيد من 6 مليون اللي توفوا. إحنا نعم بحاجة دكتور لتطعين. دكتور فؤاد، لكن معلش عذرا هنا على المقاطعه تحديدا، بعيدا عن الارقام، احنا النهارده بنقول دلتا كرون، وحضرتك يعني اديتنا رساله ايجابيه النهارده بخصوص ان الفيروس كده بيرجع
للخلف، وده معناه يعني إن شاء الله يكون الأعراض بتاعته مش كبيرة. لكن خليني أسأل حضرتك سؤال بشكل مختلف شوية، لأن احنا كنا بنتكلم على الأوميكرون، كنا شايفين الأوميكرون أعراضه أقل من متحور دلتا، فهل تزاوج الفيروس سواء كان أوميكرون أو دلتا ده يخلينا نشوف ميكس من الأعراض؟ لأن دلتا كانت أعراضها بتصيب الجهاز يعني التنفسي مباشرة أو الرئة مباشرة، في عكس الأوميكرون كان في منطقة الوجه تحديدا. فهل هنلاقي النهاردة إصابات، بنرجع للنقطة صفر مرة تانية، وإصابات مرة تانية للجهاز التنفسي؟ لا، بالنسبة لأنه النقطتين السؤال مهم. نعم. والنقطتين عشان نجاوب ونوضح الصورة. تفضل. إحنا ما عندناش دلتا كامل، إحنا عندنا قسم من الطفرات اللي موجودة في دلتا وقسم من الطفرات اللي موجودة في أوميكرون، وسووا دلتا كرون. بتعلق نوع الطفرات اللي دخلت في هذا التزاوج، هذا المتحور بين دلتا المتحور، وفي نفس الوقت الأعراض حسب الأرقام اللي عندنا حتى الآن من قبرص لحتى اليوم الصبح، فيش عندنا أعراض اللي تشير إنها أعراض خطيرة. نعم. معناته في هذا الدلتا كرون فيش عندنا طفرات كلها من دلتا. ليش؟ لأنه دلتا زي ما أنت حضرتك تفضلت كان عنده أعراض أخطر من أعراض الأوميكرون. صحيح. في نفس الوقت فيش عندنا صفة إنه دلتا كرون ينتشر أزيد أو بأسرع من أوميكرون، وخصوصا أوميكرون 2. صحيح. عشان هيك الأعراض ليس خطيرة، وقوة الانتشار ما هيش أقوى من أوميكرون وخصوصا أوميكرون 2. ودي أهم حاجة لازم نطمن بيها كل المشاهدين، يعني لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية طبعا والإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بشكل عام، لكن برضو بنطمن الناس أن المتحور الجديد هو أكثر انتشارا، ودي أهم حاجة موجودة. ربنا يسلم ويحفظ الجميع. الدكتور فؤاد عواد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير. طيب مشاهدينا دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم الكلام وباقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. بداية أخبارنا الرياضية مع بداية الجماهير المصرية في استلام التذاكر الخاصة بمباراة منتخب مصر قدام السنغال، واللي هتتلعب يوم 25 مارس في ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وفريق الأهلي اكتفى أنه يعمل جلسات استشفائية امبارح وفقاً للبرنامج اللي حدده الجهاز الفني للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر خلال الفترة اللي فاتت لجنوب إفريقيا. وهيخوض الأهلي تدريباته النهاردة العصر على ملعب التتش عشان يستعد لمباراة فريق المريخ السوداني اللي هتتلعب يوم الجمعة اللي جاية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. وفي مباراة ودية فاز بيراميدز على فريق مصر المقصة على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة 1-0، سجله محمود صابر في الشوط الأول من الماتش،
وبيستعد بيراميدز لمواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم الحد اللي جاي على استاد شهداء بنينة في بنغازي بليبيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية. عزمي محلبة لاعب المنتخب الوطني للرماية حصل على الميدالية الذهبية في منافسات السكيت كأس العالم في قبرص. محلبة سبق وفاز في أكتوبر اللي فات بالميدالية البرونزية في كأس الرئيس بقبرص، وشارك كمان في أولمبياد طوكيو الأخيرة لكن ما قدرش يوصل للنهائيات. نادي ليفربول الإنجليزي أعلن امبارح جاهزية النجم المصري محمد صلاح عشان هيلعب مباراة أرسنال النهاردة الساعة 10:15 بالليل على استاد الإمارات في المباراة المؤجلة من الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بفوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير، وأعلن الريدز عن الجائزة على حسابه الرسمي على موقع تويتر. فريق أتلتيكو مدريد حجز بطاقة تأهل للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في المواجهة الحاسمة اللي جمعت بينهم ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة، وانتهت مواجهة الذهاب بين الفرقتين بالتعادل الإيجابي 1-1، وبيحسم أتلتيكو مدريد التأهل لربع النهائي بمجموع اللقاءين 2-1. كمان اتأهل فريق بنفيكا البرتغالي للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أياكس الهولندي بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح في إياب دور الـ16 من المسابقة للموسم الحالي، وكانت مواجهة الذهاب بين الفرقتين خلصت بالتعادل الإيجابي 2-2. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لأحمد وجمانة عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم ليندا، بشكرك شكرا جزيلا. طيب مشاهدينا خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لموضوع هام جدا. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مجموعة من التوجيهات الهامة جدا، من بينها تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم وأحكام السيطرة على المخابز، ده بالإضافة لتوجيهات خاصة بتوفير السلع. خلينا نتكلم عن القرارات دي بالتفصيل مع دكتور وليد جبلة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. صباح الخير عليك يا دكتور، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا استاذ جمانه، اهلا وسهلا استاذ عبد الصمد، اهلا وسهلا بكم، سعيد بوجودي معكم. احنا طبعا اسعد. يعني في البدايه دكتور، الحقيقه كان في تخوف من فكره ارتفاع سعر الخبز تحديدا، وشفنا القرارات اللي خرجت امبارح بتحديد سعر رغيف الخبز الحر. خلينا نعرف من حضرتك معنى هذا القرار ونشرحه للساده المشاهدين يعني واهميته. طبعا بالتاكيد خلينا نضع اساس ان في الاقتصاد الحر اللي مصر بتسلك مساره حاليا لا مجال نهائيا للتسعيره الجبريه. طب خلينا يعني معلش ابدا معاك برضه عشان الناس تفهمنا اكتر، يعني ايه اقتصاد حر؟ اقتصاد حر ان القطاع الخاص بيكون حر في اختيار المشروع بتاعه، حر في اختيار المورد اللي هيورد منه المواد الخام بتاعته، حر فكرة العرض والطلب التسعير. فبتكون وزارة التموين دورها في الرقابة مش دور متعلق بتحديد السعر، دور متعلق بتحديد الجودة، وبأن المنتج لو كان التاجر لو كان المنتج مسعر من المصدر ان التاجر يلتزم بالتسعيرة اللي موجودة على المنتج. لكن فكرة التسعيرة الجبرية كقاعدة عامة لا يعرفها الاقتصاد المصري حاليا. طيب الحكومة بتتعامل ازاي عشان تضبط السوق في مجال جشع التجار؟ بتعمل ايه؟ تابعنا ازاي ان الدولة توسعت في مشروعات انتاج السلع الاساسية اللي بتضخها من خلال المنافذ الحكومية اللي بتقفل بيها باب الجشع تحديدا. لان انا لما بلاقي السعر في سعر اللحمة في المجمع الحكومي في السيارات الحكومية، سيارات الدولة بانواعها بكل مؤسساتها او في المنافذ الحكومية او في المعارض، معرض اهلا رمضان، معرض اهلا بالمدارس، كل هذه المعارض، انا لما بلاقي سعر محدد في هذا المعرض يمكن اسيب المعرض واشتري من القطاع الخاص لو كان بفرق محدود، متاثرا بالترويج، بخدمة افضل، بقرب مسافة، باشياء كثيرة. لكن وجود البديل في المنفذ الحكومي ما بيعطيش فرصة للتاجر ان هو يعمل فرق كبير في السعر.
هو ده اللي يعني ده الآلية اللي الدولة بتضبط بها الأسعار، انها بتوفر البديل بسعر أقل وبجودة كمان وبجودة عالية ودون وما بتكونش بتتعمد ان هي تخسر التاجر. صحيح. لان هي كمان احنا كتير بنقول ايه، هو ليه المنفذ الحكومي يقدر يبيع أقل من كده؟ هو مش هدف المنفذ الحكومي ان هو يخسر التاجر، ولكن هدف المنفذ الحكومي ان هو مراقب السوق. الدولة بتراقب السوق وبتراقب هامش الربح بصورة ان هي بتبيع منتج لكن مش عايزة تخسر التاجر اللي موجود عشان تحافظ عليه، لان احنا في الاساس بندعم القطاع الخاص. صحيح. في الاساس مصر دولة بتشجع القطاع الخاص، ولكن اذا قام القطاع الخاص بممارسات ضارة فيجب على الدولة ان هي تتصدى اليه. هناك العديد من الآليات اللي الدولة ممكن تتصدى للممارسات الضارة من القطاع الخاص، اخرها هي التسعيرة الجبرية، مش أولها آخرها. وده أعتقد التسعيرة دي السبب الرئيسي فيها هو الظروف الاستثنائية اللي موجود فيها، مش هقول البلد لأن العالم ككل بيمر بهذه الظروف الاستثنائية، لكن توجيهات السيد الرئيس امبارح بتسعير رغيف الخبز الحر دي هتتم ازاي، آلية تنفيذها بقى واهميتها؟ بالظبط كده، في مجال الظروف الاستثنائية مصر وكل دول العالم، حتى أكبر الاقتصادات في العالم اللي بتمارس الاقتصاد الحر، حتى في أمريكا في كورونا الحكومة ألزمت المصانع إن هي تنتج المستلزمات الطبية. إحنا هنا في مصر استنادا على حالة الضرورة صدر التوجيه من السيد الرئيس بأنه يكون هناك تسعير جبري لهذا المنتج استنادا إلى ظروف استثنائية، وأعتقد أنها تكون فترة مؤقتة لحين زوال الظرف الاستثنائي مع الحفاظ على ثوابتنا الاقتصادية. إزاي أن احنا نطبق ده؟ مبدئيا لازم نعرف أن هذا الأمر ثمرة من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأن لما كنا بنتسأل هو فين ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، هذه إحدى ثمراته، لأن الدولة القوية الدولة القادرة الدولة صاحبة القدرة المالية اللي تقدر تمول بها تسعيرة جبرية، لأن أول آليات التسعيرة الجبرية أن الدولة تورد دقيق أو تكون جاهزة بتوريد دقيق. يعني هو المنتج هيكون عنده الخيار، بقول له إذا كان الدقيق غلى عليك أنا هورد لك دقيق بسعر مناسب، إذا كنت بتغلي السعر علشان بتقول إن الدقيق غالي أنا هورد لك السعر. لحظة هنا، يعني أنا هنا هتعامل مع المخابز الحرة زيها زي المخابز اللي بتخضع لإشراف وزارة التموين، هيكون ليه حصة من الدقيق، صح؟ هو آليات التنفيذ، هو صدر التوجيه من السيد الرئيس أمس، بيجي في المسؤولين التنفيذيين بيدرسوا بدائل لتطبيق هذا التوجيه. هناك عدة بدائل لهذا الأمر، منها بديل أن الدولة تشجع المخابز اللي بتبيع سعر العيش المدعم أن يكون عندها أوقات إضافية للبيع بسعر حر بالتسعيرة الجبرية. هناك آلية أخرى متعلقة بأن يكون هناك مبادرة للمخابز أن هي الحرة أن هي تنضم إليها مع توفير الدقيق. هناك آلية متعلقة بإجبار الجميع بأن يكون هناك ثلاثة أوزان معينة للرغيف، الجميع دون استثناء أن هو يبيع بهذا الشأن مع تدبير الدولة. ما هو الأساس هو تدبير الدولة الدقيق بسعر معين. العنصر الآخر هو دراسة التكلفة ودراسة تكلفة الرغيف من عمالة ومياه وكهرباء وغير ذلك، بحيث ان هذا المنتج ما يقفلش. هو مش الهدف ان صاحب المخبز، ما هو صاحب المخبز الحر لو لقى نفسه بيخسر هو هيقفل. صحيح. هو ده مش ده الهدف، هو الهدف انه يكسب، ولكن يكسب مكسب طبيعي في اطار الظروف الطبيعيه. مصر لم تتاثر بتداعيات كورونا ولا زلنا لم نشتري القمح بالاسعار العالميه حتى الان. القمح اللي موجود معانا وهيكفينا اربع شهور تم استيراده بالفعل. القمح المصري هيدخل ابتداء من الاسبوع الثاني من ابريل يبدا حصاد القمح المصري. القمح المصري طبعا برضو يعني هيكفينا وهنكمل 2022 دون التاثر بذلك. يعني وانا لا اعتقد ان الحرب الاوكرانيه ستستمر الى بعد 2022. أنا بننتظر في اي وقت من الممكن الاعلان عن وقف اطلاق النار في هذه الحرب. في مفاوضات شغاله. ده انا يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، ان حجم الانتاج القمح في اوكرانيا، موسم القمح في اوكرانيا السنه دي محقق معدلات انتاج قياسيه كبيره جدا اكبر من اي سنه. فبمجرد وقف اطلاق النار القمح الاوكراني والقمح الروسي الاسعار هتنزل بصوره كبيره جدا، لان لما بنيجي نتكلم في صفه عامه. بس معلش يا دكتور، يعني انا هنا عاوز ارد بلسان المواطن المصري اللي دايما بيقول لك جرت العاده ان الحاجات اللي بترتفع ما بتنزلش. ده دايما الكل بيقول كده. هو ده صحيح،
ولكن ده صحيح بالنسبة للاقتصاد الغير رسمي والمشروعات الغير رسمية، والدولة بتدفع حاليا الاقتصاد إلى إعادة هيكلة لقطاعات كتير من ضمنها قطاع التجارة الداخلية. يعني من المفارقات اللي احنا بنشوفها في مصر ان الهايبرز الكبيره بتقدم عروض واسعارها بتنزل واسعارها بترتفع ارتباطا بالاسعار، بينما التاجر العادي حتى لو حصل على خصم تجاري من المنتج ما بيرحلوش للمستهلك، لانه ممكن ما يكونش اصلا، يكون خارج الاطار، هو ما عندوش سجل تجاري، ما عندوش تجاره ضريبيه، هو خارج اطار الرسميه. هو ده اللي فعلا لما بيرفع السعر بيكون صعب عليه ان هو يرجعه. لكن النهارده مع انتشار الهايبرز في كل المحافظات وفي المدن والسوبر ماركت الكبيره اللي موجوده النهارده ابتدت تنتشر، حتى المدن الصغيره بقى اصبح فيها صحيح. السداد اصبح بالاي تي ام واصبح بكارت ميزه اللي بتقوم به الدوله، ودي هرجع برضو اقول دي ثمار التطوير وثمار الاصلاح. فكون ان الرغيف او بصفه عامه المنتجات ممكن ترخص، لا، الاقتصاد المصري الان يعرف انخفاض الاسعار، ولكن هي بتيجي هم يعني خلينا اقول بالبلدي كده بيضحكوا علينا ان هم يعمل ايه لما يرخص، يقول انا هعمل عرض، فاحنا نفرح ان هو عرض، هو في حقيقته لا. بس احيانا يا دكتور العرض بيبقى لفتره معينه مش بيثبت. طب خليني ارجع مع حضرتك تاني لكلام وحديث سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوجه طبعا سيادته بانه توفير السلع الاستراتيجيه لست شهور وتنويع مصادرها. يعني ست شهور في وقت راهن زي ما احنا بنتكلم في أزمة روسية أوكرانية، في مشاكل في سلاسل الإمداد والسلع التموينية، في أصلا أزمة تضخم سابقة في العالم كله، إزاي نقدر نعمل ده وإحنا بنتكلم في سلع متعددة مع تنويع مصادرها؟ البداية لازم أقول أن هناك إجراءات استباقية قامت بها الدولة المصرية من قبل كده، وتوجيه السيد الرئيس كان قبل أي أزمة، ومع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي عز ظروف مصر الصعبة كان هناك توجيهات بوجود احتياطي من كل السلع الأساسية. مشروع الصوامع اللي ما كناش عارفين قيمته، اللي انتشر في كل المحافظات، اللي النهاردة بيساعدنا على أن يكون عندنا بالفعل احتياطي بهذا الشكل، ولا زال المشروع وفي توجيه من السيد الرئيس باستكمال هذا المشروع بالتوسع في مجال الصوامع. مشروع ان يكون عندنا احتياطي من المنتجات البتروليه، احتياطي من السلع الاساسيه، هذا الامر كانت توجيهات سابقه من السيد الرئيس ونجحت بصوره كبيره جدا، والتوجيه الان هو الاستمرار في هذا التحدي. يعني انا كنت يعني كان قبل كده حتى وزير الماليه في مؤتمر كان بيتحدث عن ان وزاره التموين دايما بتطلب شراء سلع اساسيه لفترات طويله، يعني هو في وزاره الماليه هو اللي بيدفع، فهو انت مستعجل ليه؟ يقول لا، انا عندي التزام ان يكون عندي احتياط استراتيجي. فالتوجيه بان الاحتياط الاستراتيجي يكون لا يقل عن 6 شهور في السلع والمنتجات الاساسيه ده شيء كويس جدا، ولكن هي القدره على تنفيذه، برضه هرجع وهقول القدره على تنفيذه هي قدره مصر الماليه اللي اكتسبتها من برنامج اصلاح اقتصادي اللي كان قرار قوي جدا وشجاع من السيد الرئيس، وكنا واثقين في السيد الرئيس وتحملنا، هو ده نتيجه التحمل بتاعنا ان الدوله اصبحت قادره صحيح. على مسانده المواطن خلال ازمه وتداعيات كورونا اللي استمرت لفتره طويله اكثر من سنتين، ورغم انهاك الانهاك والمخصصات الماليه الكبيره اللي تم تخصيصها في اجراءات مسانده كورونا، شايفين ان الدوله لا زالت قادره على ان هي تضبط الاسواق وتقدم اجراءات مسانده زي توريد القمح باسعار محدده، وزي شيء مهم جدا وهو تقديم حافز وزياده سعر التوريد. دي النقطه بقى اللي كنت هتكلم مع حضرتك فيها، فكره وجود حوافز اضافيه لتوريد القمح. عايزه اعرف من حضرتك يعني سريعا جدا الحوافز دي شكلها هتكون ايه، وازاي هتفرق في ان احنا نتخطى الازمه، مش هقول ازمه مصريه، هتكلم ان هي ازمه عالميه، بالعكس مصر بتتخطاها بشكل جيد جدا. هناك قرارين مربوطين ببعض، عشان في القرار الاول بعض الناس ما كانتش فاهماه، قرار منع تصدير القمح والفول والعدس وهذا الامر. المنع ده مش معناه ان احنا كنا بنصدر، ولكن ما كانش فيه قرار تشريعي معين يمنع شخص انه يجمع القمح في مصر، يتحدى الحكومه وسعر توريد الحكومي ويجمع القمح ويصدره رغم الازمه. فالقرار منع الدوله من ذلك. نيجي بعد كده في المقابل، الدوله لما منعت تصدير القمح قالت لا انا هشتريه بسعر مناسب، فقدمت
اولا هي رفعت سعر القمح قبل كده، والنهارده بنقدم حافز اضافي. الحافز هيكون عباره عن زياده في السعر للفلاح، ان هو هيورد بسعر بالاضافه اليه مبلغ اضافي مع التوريد هيتم تحديده، بحيث يتم تشجيع الفلاحين ان هم يوردوا كل الكميات اللي عندهم او معظمها الى الجهه الحكوميه المختصه، بحيث يتم دعم الرصيد لاكبر فتره ممكنه وتشجيع الفلاح ودعم الفلاح في ذات الوقت. اكيد فانا نشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والايضاحات دكتور وليد جاب الله، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع، نورتنا. شكرا جدا. التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع ليندا، تفضلي ليندا. شكرا جمانة. التاسعة بتوقيت القاهره، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والتموين والداخلية ورئيس المخابرات العامة، وجه الرئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه، وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعير الجديدة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي وجه أيضا بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت، كما وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إن زعماء الحلف سيجتمعون في بروكسل يوم 24 مارس الجاري في قمة استثنائية لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما أكد البيت الأبيض حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقر حلف الأطلسي. أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ عن قلقه إزاء إمكانية قيام روسيا بشن عملية سرية ضد أهداف عسكرية تعرف باسم عملية رايا الزائفة في أوكرانيا، من المحتمل أن تتضمن أسلحة كيميائية. وخلال مؤتمر صحفي شدد ستولتنبرغ على أن حلفاء الناتو وشركائه سيواصلون مساعدة أوكرانيا عبر توفير معدات عسكرية ومساعدات مالية وإنسانية، مشيرا إلى أن الناتو وضع مئات آلاف الجنود على أهبة الاستعداد في أنحاء دول الحلف، بالإضافة إلى 100,000 جندي أمريكي في أنحاء أوروبا. طلبت بولندا تشكيل بعثة سلام أطلسية تحظى بحماية قوات مسلحة من أجل مساعدة أوكرانيا. وأعلن نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسولف كاتشينسكي أن هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلحة، ويجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا. فر نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة. وفي مؤتمر صحفي في جنيف أشار المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلن إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق. أظهر إحصاء رويترز أن أكثر من 458,920,000 نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 6,436,000 حالة، حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول. أما رياضيا، فتأهل البرتغالي لدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين على مضيفه آيكس الهولندي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما في إياب دور 16 من البطولة. وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وفي مباراة أخرى لحساب نفس الدور تأهل أتلتيكو مدريد عقب فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب دور 16 للبطولة.
نهاية موجز التسعنا والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم من جديد ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر مستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. دلوقتي خلينا نشوف مع بعض بعض اجابات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده وهو مين الست اللي حابب تقول لها شكرا وليه. تعالوا نشوف بعض الاجابات. في امان زكي بيقول او تقول امي الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته جميع موتانا وموتى المسلمين، يعني ربنا طبعا يرحمها ويصبرك. في مين تاني؟ في حبيبه كمان الرحمن بتقول ماما حبيبتي ربنا يديها الصحه ويبارك في عمرها، اللهم امين. طيب في انا عزوز او انا زوزه بيقول او بتقول بقى امي الله يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضه، والثانيه هي اختي الكبيره بقالها يعني ليها شكر كبير جدا وبقول لها شكرا يا حبيبتي ربنا يبارك فيكي انتي وولادك وكل سنه وانتي طيبه. في ماهر عطله بيقول امي طبعا ومن غير ليه وجودها بس يستحق الشكر. طيب معانا كمان محمد سعيد بيقول امي ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه ويعني يبارك لي في اخواتي ربنا يا رب يغفر لها اكيد يعني. اللهم امين. دي كانت بعض تعليقات حضراتكم على سؤال حلقتنا. دلوقتي خلينا نروح مع بعض نشوف كده ونتابع مشروع ارض الخياله وتسكين اهالي المناطق العشوائيه في وحدات مجهزه وتوفير حياه كريمه ليهم مع زميلتنا جيرمين ابراهيم اللي موجوده هناك دلوقتي في بث مباشر. جيرمين صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على أحمد وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. زي ما قلت احنا موجودين في واحد من المشروعات اللي بتنفذها الدولة كسكن بديل للمناطق العشوائية غير الآمنة وهو مشروع أرض الخيالة واللي بدأ فعلا في تجهيز واستقبال المواطنين وتوفير كل الخدمات اللي بيحتاجوها. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معانا المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية. صباح الخير يا فندم برحب بحضرتك. في البداية لو تكلمنا عن مشروع أرض الخيالة عايزين نعرف تفاصيل عنه ومساحته وعدد الوحدات الموجودة فيه. صباح الخير. احنا في مشروع الخيالة احنا 40 فدان عندنا 2250 وحدة منهم 2268 وحدة سكني وباقي الوحدات ما بين تجاري وإداري. عندنا منطقة خدمية مشروع المنطقة الخدمية دي فيها المسجد الكنيسة المدرسة مدرسة تعليم أساسي ومدرسة تجريبية نقطة الشرطة الإسعاف البريد كل الخدمات الموجودة دي عايز بس أنوه عليها هي على أعلى مستوى وكبيرة مش صغيرة مش علشان مشروعنا بس الخيال لا ده عشان يخدم المنطقة اللي حواليها كمان. إحنا لما نيجي نعمل أي مشروع بندرس احتياجات المشروع من الخدمات هل المشروع محتاج خدمات ولا لا ممكن المنطقة المحيطة به تبقى فيه خدمات تقدر تستوعب المشروع أو المشروع محتاج يعمل خدمات لنفسه او خدمات للمنطقه المحيطه كلها. فهنا لقينا ان في بدراستنا ان المشروع محتاج خدمات بالمنطقه اللي حواليه فعشان كده الناس تقول ده انتوا عاملين منطقه خدمات كبيره جدا والخدمات دي على كبيره شويه على مشروع صغير زي ده مثلا 2500 وحده. لا احنا عشان نعمل برضو للمنطقه المحيطه بيه. تكلفه المشروع تجاوزت المليار و3 من عشرة. احنا خلاص احنا دلوقتي في مرحله بدايه التسكين الناس يعني احنا دلوقتي في بعض الحاجات بنكمل تشطيباتها وفي نفس الوقت في بعض العمارات المنتهيه تماما يعني ايه اللي لسه مكمل فيه زي توصيل الغاز يعني دلوقتي شركه الغاز شغاله بتعمل توصيل الغاز لكن المشروع عامه كله خلاص بنسبه 100% ما عدا بعض التوصيلات زي الغاز زي اطلاق التيار في بعض العمارات خلاص احنا اطلاق التيار المشروع كله. المشروع جاهز دلوقتي يستقبل الناس وبدانا الحمد لله يمكن في 220 اسره سكنوا دلوقتي معانا وكل يوم احنا ماشيين بالمعدل الاول دايما معدلاتنا تبقى في الاول بطيئه شويه علشان الاهالي نفسها بتبقى مديهم فرصه انتقال المواطن المصري من مكان لمكان بيحتاج شويه جهد نفسي اول حاجه. تاني حاجه بعض ارتباطه بالمنطقه في شغل في مدارس بعض الحاجات بيعمل بيها فاحنا بندي فرصه للناس ان هم ينتقلوا وفي نفس الوقت برضو الحته النفسيه دي بيجوا الناس الاولين تيجي المشروع بعد ما يجي المشروع بيحسوا شويه تعالوا ده الدنيا جميله وحلوه زي نقول ايه
بيطلعوا يعني كتاب استطلاع عشان يطمنوا شجعوا بقيه المواطنين. طيب حضرتك زي ما قلت انه مشروع مش بس بيخدم يعني الساكنين في ارض الخيال او في المشروع هنا في الخياله، لكن كمان المناطق المحيطه. خلينا نعرف المشاهدين موقع المشروع وكمان المناطق المحيطه اللي هتستفيد من الخدمات الموجوده. احنا طبعا هنا منطقه عزبه خير الله، منطقه عزبه خير الله وجواها منطقه الخياله. عزبه خير الله لوحدها يعني يمكن الطريق الدائري قسمها لجزئين، جزء الناحيه اللي احنا فيها فيها حوالي 500 فدان، الناحيه الثانيه فيها حوالي 300 فدان، عزبه خير الله حوالي 800 فدان، فالمنطقه اللي احنا فيها حوالي 500 فدان، منهم ال 40 فدان دول فيهم المنطقه بتاعه العمارات بتاعه الفسطاط الجديده. عندنا بنعمل مشروع ثاني قدام متحف الحضاره اللي هو كان اسمه بطن البقره، بنعمله اسمه جوهره الفسطاط. بنعمل حوالين متحف الحضاره ال 500 فدان اللي هم حدائق الفسطاط. خلصنا المشروع بتاع بحيرات عين السيره، المشروع بتاع سور مجرى العيون خلاص اقترب من الانتهاء. يعني بقول الكلام ده عشان الناس تشوف حجم المجهود اللي بيبذل في المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي، واحنا جايين دلوقتي هل عانينا ولقينا في مشاكل في ان احنا نيجي المشروع؟ لا، في منظومه متكامله، في طرق وفي كباري اتعملت، يعني اي حد يقدر يجي من اي اتجاه من القاهره يجي لهنا، في كباري، في طرق اتعملت، الموضوع كله منظومه متكامله. احنا بنشتغل هنا في مشروعنا وفي بعض الجهات الاخرى بتشتغل لفتح محاور وطرق عشان كل المشروعات، عشان التنميه تبقى متكامله على بعضها. هنا كلمه التنميه المتكامله دي مش كلمه بتتقال وخلاص، لا، ده احنا شغالين عليها كلنا مع بعض يعني سيمفونيه، كل العازفين شغال كل واحد في حتته عشان يطلع في الاخر المقطوعه تطلع منتظمه جدا ما فيهاش اي نشاز. فاحنا دلوقتي بنعمل المشروع ده، احنا في عزبه خير الله بندرس دلوقتي او شغالين في دراسات، يعني خلصنا هنا وفي جنبنا في بحيره بتاعت الخياله دي خلاص في مشروع اتعمل فيها، مشروع استثماري او مشروع سياحي معمول فيها منطقه عزبه خير الله، عمالين شغالين دلوقتي بندرس فيها ازاي هنكمل التطوير اللي بنعمله ده. فبدانا بمنطقه بطن البقره ودلوقتي بندرس بقيه ال 354 فدان اللي هم المتبقيين في الاتجاه اللي هو الشمالي ده، ان احنا ازاي نطوره بما يحتوي الاهالينا كلهم. احنا عندنا هنا في منطقه عزبه خير الله لسه الموجوده عندنا ما يتجاوز ال 30,000 اسره، يعني 30,000 اسره موجودين دلوقتي. احنا بنشوف المشروع اللي يحتوي الناس وفي نفس الوقت نرفع مستوى، يمكن لو شفنا مشروعنا هنا والمنطقه المحيطه بيه هنشوف الفرق كبير جدا، فرق كبير جدا. هنا ده بالنسبه للناس اللي كانوا بيتنقلوا هنا دلوقتي كان بالنسبه لهم الحلم اللي هو حتى اللي احنا بنقول عايزين نغيره ده، كان حلمهم يبقى في منطقه زي اللي احنا بنقول لا ده احنا هنطورها مش عجبانا كده. هنا بنحاول يعني نقول ايه، العشوائيات كانت عباره عن ايه؟ فيروس بينتشر في جسد العمراني المصري. طيب احنا هنا بنعمل بقى اشعاع هينتشر في جسد العمران المصري عشان نقدر نحل ونعالج المشاكل اللي حصلت، بحيث اللي بنعمله هنا يبقى المنطقه بتاعه مصر القديمه كلها. زمانات من شوية قلت عددت بعض المشروعات الكتير بتحصل في المنطقة، إن شاء الله إن شاء الله إحنا بنقول مصر 2030 صورة تانية، لقطة تانية. هناخد لقطة من اللي فاتت اللي إحنا خدنا لقطة بكده، هناخد لقطة دلوقتي وهناخد لقطة في 2030، هنلاقي الصور مختلفة 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 عشان نوصل باللي إحنا عايزينه إن شاء الله. وده بدأ يظهر من دلوقتي، يمكن إحنا قدامنا كده سنة 2030 لكن من دلوقتي إحنا شفنا أكيد التغيير اللي موجود. وده يخليني أسأل حضرتك عن يعني ردود أفعال المواطنين وهم بيتنقلوا من مناطق عشوائية غير آدمية وسكن غير آدمي لمدينة فيها وحدات سكنية مجهزة على أعلى مستوى بكل الخدمات، هتفرق أكيد في مستقبل أولادهم. بتشوفوا ردود الأفعال عاملة إزاي والتكيف مع السكن الجديد؟ يعني إجابة السؤال ده نختصرها في حاجة واحدة بس، هما متحركين من هناك تحس مخدودين شوية، أول ما يدخلوا هنا الزغروطة بتطلع، يعني أول ما بيشوفوا الشقة اللي هيخشوا فيها ويعيشوا فيها على طول بيزغرطوا من غير ما يحسوا هما بيعملوا إيه. الموضوع مش موضوع إن هو يعني بعيد عن أي كاميرا كده يقفل الكاميرات وتمشي في وسط نفسك وتعالي في وسط أسر لسه بتسكن دلوقتي حالا، أول ما بيخشوا بيزغرطوا على طول. فرق كبير جدا ما بين اللي كانوا عايشين فيه وبين اللي بيشوفوه دلوقتي، وبيدخل على شقة كاملة، بيدخل على شقة مفروشة بأجهزتها الكهربائية بكل شيء فيها، ومجرد بس يحط هدومه وعايز يخش يولع البوتاجاز عشان يعمل أكل دلوقتي حالا هيعمل اكل حالا دلوقتي ساعتها، عايز يفتح التلفزيون يفتح التلفزيون عشان يتفرج عليه. الحياه بتنتقل انتقال غريب يعني مفاجئ ليهم وفي الصالح طبعا. فلو خدنا صوره ولقطه للناس في المنطقه القديمه بتاعتهم هتلاقي الوشوش منحوت فيها الهم،
تعالي هنا بعد فتره من الزمن بسيطه جدا هتلاقي الوش بقى فيه اريحيه، بقى طالما الوش بقى فيه اريحيه والنفس هديت كده معناها ان في حاجات كتير جدا في الحياه دي اتغيرت، الناحيه الاجتماعيه الاقتصاديه البيئيه النفسيه المستقبل، الاولاد ممكن تشوفيهم هناك مثلا في المناطق دي بيتحركوا باسلوب معين بالفاظ معينه، مجرد ما ينتقل بيحس الانتقال نفسه للمكان الجديد جزء من العلاج، اللي هو ازاي كان الانسان عايش في بيئه بتؤثر على كل شيء، صحته، بيئته، مخارج الفاظه، ثقافته، تعليمه، طموحه. يعني الانسان لما بيجي ينقل في المكان الجديد، وعندنا مثال لذلك الاسمرات، لا طموحه بيتغير، هو في المكان القديم طموحه ايه؟ انا عايز اطلع اشتغل مش عارف اي صنايعي، اشتغل مش عارف ايه بتاع، مجرد ما ادخل هنا بيلاقي لا ده في بكره، في امل، انا عايز ابقى دكتور، عايز ابقى مهندس، عايز ابقى محمد صلاح، يعني عايز ابقى بطل. ما احنا عندنا الاسمرات بطله العالم في الكيك بوكسنج من عندنا، من الاسمرات عندنا ابطال الجمهوريه في الكونغ فو والكاراتيه من الاسمرات، ابطال الجمهوريه عندنا من اوائل الثانويه العامه، عندنا ابننا من اوائل الثانويه العامه، الولد دلوقتي ما شاء الله عليه في كليه الطب، وكمان جاب امتياز في الترم الاولاني. يعني عايز اقول لحضرتك ان الموضوع بيغير كاملا في حياتهم، في طموحهم، في بكره بتاعهم، بكره بتاعهم هم النهارده شايفينه، وهم هم دول اللي هيدوروا مصر ان شاء الله في المستقبل باذن الله. حقيقي واحنا في انتظار كمان ابطال يخرجوا هنا من مشروع ارض الخياله. واشكرك جدا على وجودك معانا والمجهود الكبير اللي بتقوموا بيه. يعني جمانة واحمد، ده كان لقائنا مع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه من داخل مشروع جديد بيضاف لعدد من المشروعات اللي بتتنفذ لتوفير حياه ادميه يعني مليانه بالخدمات اللي بتتقدم للمواطنين هنا في مشروع ارض الخياله. برجع لكم مره ثانيه في الاستوديو. جرمين طبعا بشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول لضيفك الكريم. مشاهدينا خلينا نروح لموضوع اخر ومحافظه اخرى، نروح لسوهاج. يعني فعلا جمانة تعالي نروح من ارض الخياله في القاهره لمحافظه سوهاج، لان العمل موجود في مصر في كل يعني المجالات وفي كل شبر من ارض مصر تحديدا، لكن هنا نوع عمل مختلف. ايه هو؟ محافظه سوهاج قدرت ان هي تحتل المركز الاول على مستوى الجمهوريه في قطاع محو الاميه. ايه اللي حصل؟ فرع هيئه او الهيئه العامه لتعليم الكبار بسوهاج قدر ان هو يحقق اعلى معدل بمحو اميه 19,032 مواطن ومواطنه من ابناء المحافظه. خلونا نتعرف اكتر على يعني الخطه اللي تم وضعها في المحافظه للوصول للمركز الاول من الاستاذ محمد الدالي مدير عام فرع الهيئه العامه لتعليم الكبار بسوهاج اللي معانا عبر الهاتف. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ. يعني أستاذ محمد مجهود كبير، وبنهنئكم طبعا على المركز الأول في محو الأمية لأبناء المحافظة، لكن بنتكلم على 19,032 مواطن ومواطنة، رقم كبير. إيه تفاصيل الخطة اللي تم وضعها عشان نقدر نحقق المركز الأول والرقم ده؟ الحقيقة إن العمل في الهيئة العامة لتعليم الكبار عمل علمي منظم مبني على تخطيط، بيدرس الواقع، يرصد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات. ده العمل اللي بتجري عليه الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. حقيقة إن هذا الرقم لم يأتي من فراغ، صحيح. وإنما يعني أتى في ضوء مجموعة من الاعتبارات، أولها التطوير اللي أحدثته الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الأستاذ الدكتور عاشور عمري في المنهجيات المستخدمة في تعليم الدارسين الكبار. هذه المنهجيات صارت اكثر قرب من قضايا ومشكلات الاميين الصحيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وكمان بقت اكثر قدره على تلبيه طموحاتهم من خلال التعلم في السكون محو الاميه. فالهدف ليس فقط اكساب الدارسين مهارات القراءه والكتابه فحسب، وانما جعلهم اكثر قدره كمان على حل مشكلاتهم وتغيير حياتهم للاحسن. الامر الثاني ان في مبادره تم تدشينها هنا برئاسه معالي الوزير طارق الفيقي محافظ سوهاج، مبادرة سوهاج خالية من الأمية بالشراكة مع جامعة سوهاج، والمتابعة الدائمة من معالي الوزير للجهود المبذولة على مستوى جامعة سوهاج وكل الشركاء في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في محافظة سوهاج. الأمر الثالث القوافل الإعلامية اللي احنا بننفذها في القرى المستهدفة،
وعلى الاخص قرى المبادره الرئاسيه حياه كريمه. القوافل في لم تستهدف فقط الاميين اللي احنا معنيين بالحقهم بقصور محو الاميه وتعليم الكبار، وانما امتدت كمان لتشمل اصحاب الراي وصناع القرار المؤثرين عشان نضمن بيئه داعمه لعمليات التعليم والتعلم الاستدامه محو الاميه وتعليم الكبار. طيب استاذ محمد، الحقيقه انه رقم كبير وانجاز الحقيقه كبير جدا، بس عايز اعرف من حضرتك ازاي بيتم تحديد القرى اللي بيتم فيها تطبيق هذا المشروع طبعا محو الاميه، وهل في خلينا نقول مثلا محفزات لتشجيع الاهالي ان هم يشتركوا في برامج محو الاميه؟ طبعا احنا محافظه سوهاج من المحافظات اللي بترتفع فيها نسب الاميه، وبالتالي احنا بنعمل في كل قرى المحافظه. طبعا الاولويه للقرى اللي بترتفع فيها معدلات الاميه عن اخرى، كمان الاولويه في هذه الفتره لقرى المبادره الرئاسيه حياه كريمه، فنعمل تنميه متكامله جنبا الى جنب مع العمران اللي بتشهده هذه القرى. في جمله كبيره من الحوافز بتقدمها الهيئه العامه لتعليم الكبار، بعض هذه الحوافز حوافز ادبيه وبعضها ايضا حوافز ماديه جنبا الى جنب مع الحوافز التي يقدمها الشركاء. الهيئه العامه لتعليم الكبار بتقدم حافز مالي للمعلمين المشاركين في برامج محو الاميه عن كل دارس ناجح قدره 300 جنيه، فضلا عما تقدمه ايضا من برامج تاهيليه وتدريبيه لهؤلاء المعلمين المشاركين في برامج محو الاميه وتعليم الكبار، بحيث يكونوا اكثر قدره على التفاعل والتواصل مع الاميين واكثر قدره على تطبيق المنهجيات الحديثه اللي بتنفذها الهيئه العامه لتعليم الكبار. ايضا جامعه سوهاج بتقدم جمله من الحوافز للطلاب المشاركين فيها، ايضا الشباب والرياضه كاحدى الجهات الحكوميه الفاعله في مجال محو الاميه وتعليم الكبار في محافظه سوهاج ايضا تقدم حوافز ماليه جنبا الى جنب مع الحوافز الماليه التي تقدمها الهيئه العامه لتعليم الكبار. ذلك على مستوى المعلمين المشاركين في برامج محو الاميه وتعليم الكبار، لكن ايضا هناك حوافز للدارسين الذين يلتحقون بفصول محو الاميه وتعليم الكبار. الهيئه العامه لتعليم الكبار لا تكتفي فقط باكتساب هؤلاء مهارات القراءه والكتابه والحساب، وانما ايضا من خلال الشركاء بتعمل على اكتسابهم مجموعه من الحرف ومجموعه من المهارات. يعني هو بالتاكيد يا استاذ محمد ده مجهود كبير جدا انتوا بتقوموا بيه في سوهاج تحديدا في محافظه سوهاج يعني، لكن المجهود ده تم تكليله في النهايه بحصولكم على المركز الاول، فطبعا ليكم كل التحيه والتقدير والشكر على يعني محو اميه الكثير من اهالي محافظة سوهاج سواء كانوا مواطنين أو مواطنات. الأستاذ محمد الدالي مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، بنشكرك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. فصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الدبلوماسيه المصريه بتحتفل كل سنه في شهر مارس بانجازاتها والشغل والمجهود الكبير اللي بتعمله في الملفات الخارجيه، لكن الحقيقه ان السنه دي الاحتفال مختلف لانه بيصادف مرور 100 سنه على اعاده العمل بوزاره الخارجيه منذ عام 1922. كل سنه في شهر مارس الدبلوماسيه المصريه بتحتفل بتاريخها وانجازاتها في كل الملفات، لكن السنة دي كان الاحتفال مختلف لأنه السنة دي بيتصادف مرور 100 سنة على إعادة العمل بوزارة الخارجية عام 1922. بيتوافق الاحتفال بيوم الدبلوماسية مع ذكرى عودة عمل وزارة الخارجية المصرية بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا في 22 فبراير عام 1922، ولأنه عام 1914 ومع إعلان الحماية البريطانية على مصر تم إلغاء وزارة الخارجية المصرية باعتبارها أحد أهم مظاهر السيادة والاستقلال، وتم تحويل اختصاصاتها إلى المندوب السامي البريطاني. لكن بعد 7 سنين الحكومة المصرية قررت إعادة العمل بوزارة الخارجية. بعد الاستقلال مصر أصبح ليها ممثلين في 17 دولة، وبعد انضمامها إلى عصبة الأمم أصبح لينا ممثلين في 26 دولة،
وتوالت بعد كده افتتاح السفارات والقنصليات ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية في مصر، وبلغت دلوقتي 240 بعثة دبلوماسية في القاهرة اللي أصبحت واحدة من أكبر مراكز استقبال التمثيل الدبلوماسي في العالم. كمان مصر أصبح ليها في الخارج حوالي 162 سفارة وقنصلية ومكتب رعاية مصالح ومكتب تمثيل تابعين. وأيضاً لم تغفل الدبلوماسية المصرية خلال مسيرتها المضيئة الانخراط الجاد والتفاعل النشط مع مختلف أطر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف إقليمياً ودولياً. وكان التحرك المنظم برؤية عملية وعلمية في كل منصات الدبلوماسية متعددة الأطراف حفاظاً على مصالح مصر الاستراتيجية والدفاع عن ثوابت مصر الوطنية وتعزيز أطر التعاون الدولي. وأصبح لمصر صوت مسموع ودور ملموس إزاء مختلف الملفات والقضايا متعددة الأطراف على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية، سواء التقليدية منها أو المستحدثة. الحقيقة أن الاحتفال بمئوية الدبلوماسية المصرية مناسبة مهمة جداً أن احنا نتكلم فيها عن التاريخ المشرف للدبلوماسية المصرية، التحديات الكبيرة اللي واجهتها وإزاي قدرت أنها تحافظ فيها على مصالح مصر بالخارج، أيضاً تبرز دور القاهرة اللي كان ولا يزال صانع للاستقرار في المحيط العربي والإقليمي. معانا في الاستوديو الأستاذ أحمد ناجي أمح، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، عشان نتكلم عنه في عن هذا الملف تحديدا. طبعا بنصبح على حضرتك ودايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير. شكرا لحضرتك. صباح الخير أستاذ أحمد. أهلا بك. طيب أستاذ أحمد، الحقيقة أنه يعني خلينا نقول أنه الدبلوماسية المصرية هي يعني مصر ليها باع طويل جدا في الدبلوماسية المصرية، ووزارة الخارجية الحقيقة يعني تاريخها من أيام الدولة الحديثة، من أيام محمد علي. فخلينا نعرف من حضرتك ليه تحديدا اليوم ده، وليه تحديدا 1922، ليه 15 مارس؟ خلينا نعرف من حضرتك القصة. طيب زي ما حضرتك قلتي، التاريخ ابتدى من عصر محمد علي، بالتحديد 1826 لما تم تأسيس ديوان للتجارة والمعاملات الأفرنجية كان اسمه كده، وبعد كده تحول إلى نظارة للخارجية، اتلغت طبعا 1914، وبعدين رجعت بعد كده مع الإعلان استقلال الدولة المصرية في 22، وبقى التاريخ الاحتفال بالتأسيس الوزارة لما عادت في 15 مارس 1922 بقى هو ده التاريخ السنوي اللي بيتم فيه الاحتفال يعني عمر وزارة الخارجية الحديث. إنما لازم نتفهم إن هذه الوزارة وزارة من الوزارات اللي بتقولي عليها يعني البيروقراطية العريقة، البيروقراطية المصرية العريقة، ابتدت 1826، والتأسيس الحديث بقى كان 1922. نعم. أستاذ أحمد، بنتكلم على 100 عام من الدبلوماسية المصرية. في الحقيقة 100 عام عاشت فيها الدبلوماسية المصرية لحظات ما بين التأرجح، ما بين الحرب والسلم. عاوزين نعرف ابرز المواقف للدبلوماسيه المصريه الخارجيه اللي يعني عهدناها وعشناها على مر ال 100 عام. خلينا نقف على محطات مهمه. مفاوضات الجلاء والاستقلال ده كانت محطه من المحطات المهمه. صحيح. اللي خاضت فيها الدبلوماسيه المصريه دور مهم جدا. تليها العدوان الثلاثي على الدوله المصريه 56، تليها حرب 67، تليها حرب 73، تليها حرب تحرير الكويت، وما بينهم معركة استعادة طابة. ومؤخرا بقى انت بتتكلم على أدوار مهمة جدا في تفعيل دوائر الأمن القومي المصري. صحيح. اللي هي لحسن الحظ تقريبا بتتقاطع مع اهتمامات الدبلوماسية المصرية على مدار تاريخها. وفي الإطار ده شفنا دور مهم جدا للخارجية المصرية، المؤسسة العريقة. صحيح. في التفاعل مع مستجدات الأمور بعد ثورة 30 يونيو 2013، وشفنا إزاي إن هي قدرت تنسجم مع الاستراتيجية الواسعة اللي حطها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان الجمهورية الجديدة، وقدرت تنفذ على الأرض سياسات مكنت الدولة المصرية من تحقيق أهدافها طول الفترة اللي فاتت. الدبلوماسية المصرية أو وزارة الخارجية المصرية الحقيقة كانت بتشتغل في مجموعة من الدوائر المتشابكة. يعني أنت بتتكلم على الدائرة العربية والدائرة الأفريقية، هما
محور الاهتمام او الكور، الكور الرئيسي يعني المكون الرئيسي لفعاليه اداء الدور جاي من الاهتمام بالدائره العربيه والدائره الافريقيه. وفي الاطار ده مش ممكن تغفل دور الدبلوماسيه المصريه في حركات التحرر العربي والافريقي، مش ممكن تغفل دور الدبلوماسيه المصريه في تاسيس المنظمات المهتمه بالشأن العربي والإفريقي. يعني أنت من أوائل الناس المؤسسين لجامعة الدول العربية 45، من أوائل الناس المؤسسين لما يعرف الآن بالاتحاد الأفريقي، منظمة الوحدة الأفريقية سابقا. كل ده أنت بتحاول أنك أنت تشتغل على الدوائر الأقرب والأهم ليك. في السياق ذاته برضو كان في رؤية ثابتة ودائمة، يعني أنت بتتكلم على، إحنا بنتكلم من 1826، مؤكد أن هذه الأجيال المتتالية من شيوخ ورواد وشباب الدبلوماسية المصرية قدروا يرتكزوا على مجموعة من الأهداف والثوابت اللي بيشتغلوا عليها. يعني كان هم اللي يبص للأداء الخارجية المصرية أو اللي يبص لأداء وزارة الخارجية المصرية لازم يتفهم أن احنا اشتغلنا على تحقيق وتمكين الشعوب من حقوقها. يعني طول التاريخ احنا بنشتغل، حتى في حركة عدم الانحياز لما ساهمنا في تأسيسها احنا كنا بنشتغل على حقوق الشعوب في الدول النامية، وده كان مفهوم أساسي عند الدولة المصرية. طول عمرنا بندور على السلام، مصر تبحث دائما في سياساتها الخارجية عن السلام والسلم والأمن والاستقرار. طول عمرنا بندور على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. مصر من أوائل الدول اللي وقعت على الميثاق الدولي لحقوق الإنسان في الإعلان حقوق الإنسان في 1948. مصر طول عمرها بتبحث عن قيمة الإنسان، وعلشان كده مش غريب إن احنا بنشوف التفاعل الكبير مع مبادرة حياة كريمة وقدرة الدبلوماسية المصرية على حشد التأييد الدولي ليها وقدرة على شرح أهداف هذه المبادرة بما يتوافق مع الأهداف التنموية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية المستدامة 17 هدف. كل ده بيقول إن هناك جهود مستمرة وأجيال مستمرة تعمل على تحقيق حاجة رئيسية اسمها قيمة الإنسان. قيمة الإنسان أو المبادئ الأخلاقية بقى اللي اتبعتها الدبلوماسية المصرية لتحقيق ده، هي دي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخصها في عنوان إحنا دولة شريفة. إحنا دولة شريفة طول عمرنا عندنا التزام بكل الاتفاقيات اللي وقعنا عليها، عندنا التزام بكل الثوابت اللي تم ترسيخها عبر أجيال مختلفة. طيب أستاذ أحمد، الحقيقة أنه ممكن البعض يعتقد أن الدبلوماسية المصرية مقتصرة فقط على الدبلوماسية السياسية، لكن هناك دبلوماسية اقتصادية، دبلوماسية ثقافية واجتماعية، يعني الموضوع أوسع كتير وأشمل من فكرة السياسة فقط، ولكن زي ما حضرتك قلت بيتطلب ثقة المجتمع الدولي في السياسة والدبلوماسية المصرية. عايز أعرف من حضرتك يا فندم، إزاي مصر والدبلوماسية المصرية تحديدا قدرت أنها تسير في كل هذه المسارات بالتوازي، وإزاي قدرت تكتسب ثقة العالم واحترامه؟ بالطبع زي ما حضرتك قلتي، يمكن مؤخرا أنت شفتي العالم كله بيتجه للدولة المصرية وبينظر لها مش كفاعل إقليمي بس، ولكن كشريك استراتيجي في إدارة ملفات الإقليم. ده مش جاي من تقدير لقيمة الدولة المصرية في الدور السياسي فقط. مصر حباها الله بموقع استراتيجي يعني بيجعلها دايما محط الأنظار وبيجعلها دايما محط الأهداف. في حاجة في العلوم السياسية اسمها جيوبوليتكس. جيوبوليتكس بتقول إن الدولة المصرية موقعها يكاد يتوسط العالم، وبتتحكم في شريان مائي مهم، وبتطل على بحرين في غاية الأهمية، وبها العديد من الثروات اللي مطمع لكثير من القوى حول العالم. علشان كده الدولة المصرية اهتمت ان مبادئها في إدارة ملفاتها الخارجية ما تكونش معنية بس بالجوانب السياسية، ولكن معنية مؤخرا يعني في الفترة الأخيرة ابتدى يبان الدور ده بمناقشة قضايا مش بس سياسية. انت عندك قضايا تهديد أمن تقليدية وقضايا تهديد أمن غير تقليدية ابتدت تظهر على الساحة مؤخرا، وبخبرات الدبلوماسية المصرية قدرت تتفاعل معها بكفاءة وتشتبك معها على نحو عالي جدا من التأثير. يعني لو بتتكلمي على دوائر التهديد التقليدية، مصر من أوائل الدول اللي بتطالب العالم حتى هذه اللحظة بالتعامل الجدي مع ملف الإرهاب. مصر من أوائل الدول اللي نظمت مؤتمر لصناع السلام عقدته في شرم الشيخ،
احنا بنتكلم على الدولة المصرية، وده اللي لازم نفهمه، لان هذه الوزارة تمثل عمق مؤسسات الدولة المصرية، وده اللي ما قدرش تنظيم إرهابي حاول أن يتمكن من مفاصل الدولة المصرية في لحظة من اللحظات أنه يفسخه أو يمزقه، لكن هذا العمق لهذه المؤسسات هو اللي مكنها من التصدي لهذه المحاولات. بتشوفي التفاعل الكبير للدبلوماسية المصرية مع قضايا التهديد غير التقليدي، لما بتتكلمي مثلا على قضايا زي صحية زي جائحة كورونا، وإزاي الدولة المصرية قدرت تقدم النموذج في التعامل مع جائحة كورونا، وإزاي قدرت عبر المؤتمرات المختلفة اللي نظمتها المؤسسات المعنية والمنظمات المعنية بإدارة هذا الملف على مستوى العالم، منظمة الصحة العالمية على سبيل المثال التابعة للأمم المتحدة، إزاي الدبلوماسية المصرية كانت متواجدة بقوة وحاضرة بقوة وقادرة على التصدي للمطالب المصرية المشروعة ولمطالب الشعوب المشروعة في الحصول على حقها العادل في اللقاح، في الحصول على حقها العادل من توطين صناعات اللقاحات في هذه الدول. كمان حاجة لازم حضرتك تاخدي بالك منها، ان احنا اشتغلنا على ملف في غاية الأهمية، ملف المناخ مثلا مؤخرا، وده اللي كللت جهود الدولة المصرية ووزارة الخارجية ووزارة البيئة، لان هو ده المفهوم الشامل الاستراتيجي لعمل مؤسسات الدولة، ان مش كل وزارة بتعمل في بيئة مستقلة، ولكن هناك تنسيق دائم، وده بيحسب فيه الفضل للقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدولة رئيس الوزراء دكتور مهندس مصطفى مدبولي على حسن إدارة ملفات الدولة على هذا النحو، بما يمكن من تسهيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية. صحيح. لما حضرتك بتبصي ازاي احنا قدرنا ناخد كوب 27 في نوفمبر القادم ان شاء الله، وازاي مصر حاضرة بقوة في كل مؤتمرات المناخ مش على المستوى الرسمي بس، ولكن حتى على المستوى غير الرسمي عبر تفعيل قدرات خبرائها المختلفين الذين يدرسون بعمق وبتحليل كافي للظواهر المناخية وللتنوع البيولوجي وأهمية التواجد المصري في هذه المحافل، انت بتقدري تقفي على ازاي هذه المؤسسة او هذه الوزارة بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة قادرة على التفاعل الإيجابي مع كل ما يهدد المحيط الاستراتيجي للأمن القومي المصري، لأن أنت بتتكلمي على وزارة تدرك جيدا أن هناك مجالا حيويا للأمن القومي المصري لا ينبغي اختراقه بأي نوع من أنواع التهديد، علشان نقدر نحافظ على ثبات الأمن القومي المصري عند درجاته الأمنة المستقرة بما يمكن هذا المجتمع من تحقيق أهدافه. في الإطار ده حضرتك بتشوفي إزاي مش بس الدبلوماسية تفاعلت مع العمل السياسي المنوط بيها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين والإقليمي، لكن بتقدر تشوفي على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي هذا الحضور وهذا التفاعل مع الدوائر. يعني لو في دوائر خمسة ثابتة للأمن القومي وللسياسة الخارجية المصرية، أنت بتشوفي أن من قلب هذه الدوائر مصر ابتدت تخلق دوائر مصلحية. يمكن في الثمانينات والتسعينيات ابتدينا نتكلم عن منتدى البحر المتوسط، عملية برشلونة. النهاردة احنا بنتكلم على ان من قلب دائرة البحر المتوسط مصر ابتدت تخلق دوائر تفاعلية اصغر، يعني بنشوف الدائرة الخاصة بمصر وقبرص واليونان، وبنشوف ازاي الدولة المصرية بتستخدم مثل هذه التحركات على دوائر صغيرة جدا لتحقيق الاهداف الاكبر. انت بتشتغل على شغل اقتصادي اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليه، انك انت هذه الدائرة الضيقة في قلب البحر المتوسط معنية بادارة الغاز، وشفت ازاي الدولة المصرية قدرت ان هي من خلال ادارة هذا الملف تتمكن من تأسيس منتدى القاهرة للغاز. قدرنا نخلق دوائر مشتركة ودوائر تفاهم كمان اكبر زي ما حضرتك قلت واكتر. بالظبط. يبقى بقى انك انت في الفترة الاخيرة مع كل التقدير لكل ما تنجزه الوزارة على الارض من مهام بفعالية كبيرة جدا، لكن لازم تحسبي برضو حساب للدبلوماسية الرئاسية، وان هذا جزء من منظومه السياسه الخارجيه المصريه. صحيح. يمكن لما بيكون في قائد سياسي مستوعب الاهداف الاستراتيجيه لدولته وقادر على اداره هذه الملفات، بتشوفي ان الزيارات الخارجيه، بتشوفي ان استقبال الوفود الاجنبيه التي تزور الدوله المصريه بيبقى خاضع لمعايير تحقيق الاهداف القوميه والمصلحه الوطنيه للدوله المصريه. لما بتبص لها بتشوفي ازاي ان احنا قدرنا نستخدم الدبلوماسيه الرئاسيه والشخصيه الكاريزمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التأثير على تحقيق الأهداف المصرية. يعني كل المنتديات، كل اللقاءات، كل المؤتمرات الثنائية، في
فيها استعراض للثوابت الرئيسيه وفيها شرح ان مصر دوله تحترم وتلتزم اتفاقياتها، مصر تدير ملفاتها بعقلانيه ورشاده كبيره جدا، مصر دوله لا تبادئ بالعدوان، مصر دوله تطالب الجميع بتنفيذ تعهداتهم والتزاماتهم. صحيح. مصر دوله تراعي المبادئ الانسانيه والاخلاقيه في اداره العلاقات الدوليه. هقف هنا تحديدا عند تنفيذ يعني هذه الاسس للدبلوماسيه المصريه، وأقف في المحطة الأخيرة في آخر 7 سنوات تحديداً للدبلوماسية المصرية، لأن مصر في الحقيقة قدمت نموذج فريد ومختلف من نوعه في الدبلوماسية المصرية، الدبلوماسية التي تعتمد على احترام إرادة الشعوب في الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى أيضاً. ويمكن ده اللي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً في كبرى المحافل الدولية، إن النموذج المصري للدبلوماسية المصرية هو نموذج قائم على الاحترام للدول الأخرى. شايف إزاي النموذج ده تحديدا في آخر 7 سنوات؟ ما هو ده النموذج الناجح اللي مكن الدولة المصرية سريعا من التعافي واستعادة محيط تأثيرها. أنت بتتكلم على أنك فضلت الفترة من 2011-2013 وما قبلها بتتكلم عن تراجع الدور المصري ما قبلها. صحيح. في ملفات بعينها بفعل ترهل الأصاب كافة مؤسسات الدولة المصرية في هذا التوقيت. يمكن ده أدى بينا إلى اللحظات الحرجة اللي مرت بها الدولة المصرية بعد ثورة يناير 2011، لكن خلينا نقول أن مع انطلاق التعافي المصري أنت لقيت المؤسسة البيروقراطية العريقة القادرة على إدارة ملفات الدولة المصرية حاضرة وبقوة، ولديها من القيادات اللي مكنت الدولة المصرية أن تحسن الاختيار في شخصية معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية، وإزاي أن هو تصدى لمهام في منتهى الحساسية والدقة. صحيح. على مر هذه المراحل أنت بتشوف أن الدولة المصرية بقت حاضرة بقوة في استعادة دورها الإفريقي، وده اللي مكننا أن احنا نترأس الاتحاد الأفريقي 2019. بتشوف أن الدولة المصرية كانت حاضرة جدا، والترأس سبق وتجميد، يعني كان في تجميد لعضوية مصر في الاتحاد الافريقي، كان في سرعان ما كان ترأسنا بعدها. بعد ما ده كان احد الازمات الكبرى اللي حصلت بعد ثورة 30 يونيو 2013، والمطالبة بتجميد الدولة المصرية او عضويتها في الاتحاد الافريقي. وهنا لازم نربط بالتفاعل السريع للدولة المصرية وللقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدول العربية المؤثرة. صحيح. في العلاقات الدولية أو في منظومة إدارة العلاقات الدولية والتأثير فيها، بتتكلم على المملكة العربية السعودية وبتتكلم على الإمارات العربية المتحدة بما لهم من تأثير كبير في إدارة ملفات بعينها، ملفات تتعلق بالنفط، ملفات تتعلق بالتجارة وممرات الملاحة العالمية، وبالتالي قدرت تتجاوز هذه المرحلة وتنطلق للتأثير في الدائرة التي تمثل الحاضن الرئيسي للأمن القومي المصري. يمكن هو الجديد في اللي الدولة المصرية طرحته طول السنين اللي فاتت، الاهتمام بالدائرة الأفريقية. صحيح. والاهتمام بمطالب الشعوب الأفريقية. ده لم ما خلاش الدولة المصرية تبتعد كثيرا عن الدائرة الثانية، لأن احنا كنا بنتكلم أن دائرتين هم محور تحرك الدولة المصرية وهم اللي بيؤسسوا لدور مصر الاستراتيجي في هذا الإقليم. بتتكلم على الدائرة العربية، وده كان التبني الطبيعي للمطالب العربية. بتتكلم عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأم، واللي الدولة المصرية شايفاها هي المنبع الذي يتم من خلاله تفريخ التنظيمات الإرهابية والتجنيد على أهداف. صح. الجهاد وإلى آخره. بتتكلم عن مناصرة الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، بتتكلم عن الحفاظ على الجيوش الوطنية، لأن طبعا في رؤية في هذا الإطار أن الجيوش الوطنية هي محور بناء الدولة الوطنية العربية والدولة الوطنية الأفريقية، وأن أي تهديد أو مساس بهذه المؤسسات بيمثل انهيار لهذه الدول. وده اللي الآخر حتى هذه اللحظة عبر الأطلسي أو عبر البحر المتوسط مش قادر يتفهمه، أنك أنت عندك طبيعة مختلفة ثقافية واجتماعية وسياسية ما تنفعش تتعامل معها في هذا الإطار. ويتبقى أن مطالب الشعوب العربية ومطالب الشعوب الأفريقية احتلت الأولوية، وده اللي مكن الدولة المصرية أن تعيد صياغة العلامة الوطنية بتاعتها. نعم. على طريق أكثر رشادة وعقلانية في التعامل مع ملفاتها. يعني أستاذ أحمد، يعني ده بيبلور رؤية القيادة السياسية ورؤية ثاقبة وثابتة الحقيقة زي ما حضرتك قلت. طبعا يعني خلف هذه الدبلوماسية في قامات كبيرة جدا قادرة تدير وقادرة تحمي المصالح المصرية وقادرة تحمي حقوقها كمان على الخطوط الخارجية، وده
يعني شيء مهم جدا ونقطة مهمة جدا احنا الحقيقة دلوقتي بنجني ثمارها وشايفينها وواضحة يمكن حتى للناس اللي ممكن تكون مش متابعة قوي السياسة، لكن فعلا الفرق باين وواضح للعيان. بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ احمد ناجي امحى، شكرا لحضرتك رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، نورتنا. شكرا يا فندم. شكرا استاذ ناجي، يعني نورتنا وكنت ضيف خفيف دايما كده على قلوبنا في صباح الخير يا مصر. كل الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا في صباح الخير يا مصر، كنا معاكم على مدار 3 ساعات انا وجمانة وليندا، والى اللقاء في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.